السلام عليكم. فاحنا المره اللي فاتت اتكلمنا، المرتين اللي فاتوا اتكلمنا على الباثوفيزيولوجي بتاع التراشنز. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على اول واحد من الاكشن ديزيزز بتاعه الشمس دي، اللي هو اتريال سيبتال ديفكتس. فهندي اوفر فيو كده سريع عن الانسيدنس، شويه اناتومي، التايبس، وبعدين نتكلم على برزنتيشن ومانجمنت، مين نقفله ومين لا ويتقفل ازاي وكده. طيب ف الاس دي از ا ريلي ريلي كومن ديزيز، فهو از ان ايزوليتد ليجن هو يمثل حوالي 10%، انما اب تو نص عيانين اللي عندهم كونجيتا هارت ديزيز بيبقى معاهم كمان اس دي. في عدد من الامراض هو الاس دي يكون جزء من المرض، يعني مثلا عيان الاي في كانال هو عنده اس دي، عيان التي جي اي في الغالب بالضروره عنده اس دي عشان يكمل سرفايفل، وهكذا. عينين مش قليلين من البورشال بينز وهكذا، توتال امس بومونيرين. فهو جزء، بالاضافه لاي بقى عيان عنده دورف ممكن معاه في اس دي، اي اس دي، عيان فالو ممكن معاه اس دي. ف ات از ريلي كومن ديزيز. طيب انما كمان في ميل تو فيميل ريشيو 1 تو 2، وبالتالي ات از مور كومن ان فيميلز. طيب تعالى نتكلم سريعا كده عن شويه اناتومي. احنا هنا باصين ازاي؟ دلوقتي احنا باصين من قدام ويمين شويه، من اليمين شويه، وباصين على الكافيتي بتاع الراد اتريوم. وبالتالي احنا دلوقتي شايلين الفريمول بتاع الراد اتريوم، بيبقى مثلا كده راس العيان، كده رجله هنا ناحيه ورا وهنا ناحيه قدام، واحنا باصين من ناحيه اليمين وفاتحين الفريمول بتاع الرايت اتريوم ريفلكت، وباصين على الرايت اتريال كافيتي. وبالتالي اول حاجه هنشوفها كده هي الاتريال سيبتم، وعشان يبقى ليفت اتريوم ورانا الامر في بالمونداي فينز اهم داخلين ورا في الليفت اتريوم. انما عارفين نقول ان كده اس بي سي، كده اي بي سي، ده اوسكن فالف على الاورفيس بتاعت الاي بي سي، هنا تراكسبت فالف، ويبقى ده الاتريال سيبتم. كويس. و فالاتريال سيبتم هو ليه منظر مميز قوي من الرايت سايد، انه بنشوف معظم الاريا ديت مصر، انما في اريا اوف ميمبرين بنسميها فوسا اوفاليس، والفوسا اوفاليس دي ليها كريسنت فوقها يسموه الليفلس اوف فوسا اوفاليس. والفوسا اوفاليس دي ليها حكايه بيولوجيه انترستنج كده، انه هي اسينشلي كان وكان في ده الليمبس اللي هو المسل ريم، وفي الفلاب بتاع الفوسا اوفاليس. وبعدين ديورنج الفيتال لايف هي كانت بتبقى مفتوحه، اوكي، وكان يجي قدامها على طول الفلو بتاع الدم اللي جاي من الاي بي سي، يبقى دايركتد بالاوستيكيان فالف دوت، ده فايبرس ريدج على فايبرس فلاب كده يقولوا عليه فالف، على الاورجن بتاع على الاوستيان بتاع الاي بي سي. وبالتالي هو بيدارك، هو مش اكشوال فالف، يعني بنمنع الفلو اوف بلاد، بالعكس، انما بيدايركت البلاد بتاع الاي بي سي ده انه يبقى مينلي دايركت ناحيه الفوسا اوفاليس. وبالتالي كان الدم اللي جاي من الاي بي سي معظمه بيبقى دايركت للفوسا اوفاليس. وبعدين اسينشلي بعد الولاده الاي بي بريشر بيزيد، الار اي بريشر بيقل، فالفلاب دوت يبقى بوست على الليمبس بتاعه لحد ما يلزق ويبقى خلاص. ماشي. الحاجة الثانية المميزة برضو المنطقة هنا، في منطقة هنا يسموها ترانجل اوف كوخ، والترانجل اوف كوخ ديت هي باوند باي تندر اوف تضارب. تندر اوف تضارب فاكرين السكند فالف اللي قلنا عليه ده، لو شدينا عليه بيبان ريدج، فبس ريدج هنا يسموه تندر اوف تضارب، مع التراكسبت انيلس السبتاليفت، التراكسبت انيلس عند السبتاليفت بتاع التراكسبت، ومن تحت الكورونري ساينس، يبقى ده الترانجل اوف كوخ اللي هو في الايبكس بتاعته، في هو الشيء ده في الفلور بتاع الاتريوم. ففي الايبكس بتاع الترانجل اوف كوخ ده في الاي في نود، ايميديتلي قدامها في الممبران السبتم، ويبقى الاي في نود بيطلع منه بندل اوف هيس تمشي في المنطقه ديت. وبالتالي المنطقه ديت هي مميزه لوجود الاي في نود ويطلع منها بندل اوف هيس. ماشي. لو احنا حبينا نبص بقى على نفس المنظر ده من ناحيه الليفت اتريوم، اوكي، فاحنا هنجيب، احنا دلوقتي باصين من الناحيه الثانيه، من ناحيه الشمال،
اخدين كات سكشن في ليفت اتريوم وليفت فنتركل، ويبقى احنا باصين دلوقتي على الاتريال سبتم من ناحيه الشمال، وده بقى ال في اورت. اوكي، فنلاقي منظر ال فوسا فيريس دوت، انما لما نبص من الناحيه الثانيه. اوكي، هنا برضو الفيتشر المميزه بتاع الاستراكشر ده ده كوروناري ساينس، ده سيركمفلكس كوروناري ارتري، وده كوروناري ساينس. وبالتالي الكوروناري ساينس هو كان هنا، مش كده؟ الكوروناري ساينس ده هو بالمين فينس شانل اللي بيدرين معظم الفينس درينج بتاع الارت، وده بيفتح اجانب في الرايت اتري. فهو بيمشي في الليفت اي دي جروف، وبالتالي هو ماشي بين الليفت اي تي والليفت فنتركل. ولو خدنا كات سكشن هنشوفه هنا كات سكشن، ويبقى ماشي في الليفت اي دي جروف علشان اول ما يعدي الاتريال سبتم يلاقي رايت اتريوم يفتح فيه. اجان ده منظر شبه الاولاني بتاع واخدين كات سكشن رايت اتريوم رايت فنتركل، فده الاتريال سبتم، ده فنتركلر سبتم، ده تريانجل اوف كوخ. وشايفين هنا ده دايجرام مبين الكوندكشن سيستم، فده الاي في نود يطلع منها بندل اوف هيس، بندل اوف هيس تعدي من الاتريوم للفنتركل وتبرانش، يبقى فيها رايت بندل برانش، ليفت بندل برانش يعدي الناحيه الثانيه من الست. كويس، وبالتالي المنطقه ديت مهمه كهربيا. ولو بصينا من الناحيه الثانيه من الليفت فنتركل نشوف بقى الليفت بندل برانش اللي هو هتبقى برانشنج على السيبتم من ناحيه ال في. طيب، فده منظر شبه الدياجرام الاولاني بس اكشن سبيسمنت، يعني احنا ايه برضو عاملين ريفلكشن للفري وول بتاع رايت اتريوم، باصين على الاتريا سبتم، ويبقى كده فتحه الاس بي سي، هنا فتحه الاي بي سي، ده الاورفس بتاع تريكاسبيد، ده كوروناري ساينس، ده تريانجل اوف كوخ، دي الفوسا اوفاليس، ده الليمبس بتاعها. طيب تعالوا ناخد كات سكشن غريب شويه. هنعمل ايه؟ هناخد كات سكشن كده. اوكي؟ وبعدين نبص من ورا. طيب هناخد كات سكشن قاطع اس بي سي سبتم اي بي سي ونبص من ورا. اوكي؟ عشان نبقى فاهمين. هنا مصر وهنا الممبرين اللي هي الفوسا اوفاليس ديت، وفي مصر تحتها. اوكي، فاحنا عايزين نشوف المنظر ده الناحيه الثانيه. فليه اعمل كده؟ احنا الصوره اللي فاتت كنا باصين من هنا، صح؟ فاحنا دلوقتي باصين من ورا، واخدين كات سكشن معدي في الاس بي سي، وبعد كده الاتريال سبتم والاي بي سي، يبقى مره كان في مصر وبعدين الفوسا اوفاليس وبعدين مصر غيره. اوكي، ويبقى ده كده رايت اتريوم وهنا ليفت اتريوم، واحنا باصين من ورا. فنشوف ان الاتريال سبتم في حته مصل وحته مصل وحته ممبرين اللي هو الفوسا اوفاليس. بعدين نتفاجئ شويه الصراحه انه هو المصل اللي هنا هي اكشلي انفولدنج بتاع الوولز بتاعت الرايت وليفت اتريوم. يعني وكان دول هما الوول بتاع الرايت وليفت اتريوم وبعدين دخلوا جوه. وبقى هو ده الجزء من المصل اللي هو ده، صح؟ يعني احنا دلوقتي لو عدينا ابره من هنا هي اكشلي هتدخل من الكابل بتاعت رايت اتريوم، تمشي مصر وتطلع بره في الشارع، بره في الاكسترا بيريكارديال فات، صح؟ وبعدين ترجع تاني تخش في المصر عشان توصل ليفت اتريوم. يبقى هي الصراحه ما ينفعش نسمي قوي ده على انه ترو اتريال سبتم، علشان هو تكنيكالي بيطلع بره ويرجع يخش تاني، فاهمين؟ مش بيطلع بره وبره، يعني هو اوريدي الابيكارديا بيبقى هنا في المنطقه دي، بوتنشال سبيس ما فيهاش شاور يعني بيبقى فيها فات، انما هو تكنيكالي بيطلع بره القلب ويرجع يخش تاني. انما الاكتشال ترو اتريال سبتم هو بس الفوسا اوفاليس، هو ده بس اللي لو خرمته همشي من رايت اتريوم عادي لليفت اتريوم. اوكي؟ وده من فوق ومن تحت واكشلي من ورا، علشان واحنا بنعمل عمليات النيترال بندخل حاجه في اسمها سندرجارد جروف، بتبقى من ورا، ونقدر نفصل دول الرايت عن الليفت اتريا ونعمل انسيجن هنا ونبقى قريبين قوي من النيترال، اقرب بكتير، علشان الموضوع بتاع الانفولدنج. على فكره ده منظر شبه شويتين منظر البايكيفال فيو بتاع ليكو. لو احنا
لو احنا لفينا فاهمين شبه الاول بتاع تران بتاع دي. بتاع السبوستال او الاول ترانسفير ماشي. ده منظر برضو احنا بنبص للقلب من ورا بقى يعني كده بس العيان كده رجله هنا يمين وهنا شمال واحنا باصين من ورا ويبقى ده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم ده اس سي واي بي سي داخلين رايت اتريوم هنا ودول اربعه كارونري فينز داخلين في الليفت اتريوم ويبقى تقريبا بالشبه كده البلين بتاع الاتريا السبتم بيبقى هنا صح؟ وعارفين نشوف الاستراكشر ده اللي هو ايه؟ الكورونري سايتس مش كده اللي هو يبقى تجميع فينز كده جريد كارديك فين مع الاوبليك فين بتاع الاتريا. المهم يلاقي كورونري سايتس يمشي في الليفت اي في جروف لحد ما يلاقي اول ما يوصل الاتريا السبتم يعديه ويدخل في الرايت اتريا ورا على طول اوكي؟ وبالتالي هو استراكشر ريليتد قوي للليفت اتريوم انما هو واقعيا بيفتح في الرايت اتريوم. وهنا عارفين نشوف انه في ريليشن قريبه بين البالمونري فينز بالذات الرايت ابر بالمونري فين مع الاس بي سي هم قريبين قوي من بعض انما يفصلهم من جوه الاتريا السبتم صح؟ طيب فدي كانت مقدمه كده عن البيزك اناتومي. تعالوا نقول بقى اس دي ف اتريال سيبتال ديفكتس ده اسينشال كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم صح؟ وبالتالي دي حاجه تسمح بان الدم يعدي اكروس الاتري ونرجع نقول بقى انهي الاتريوم فيه بريشر اعلى والدم يمشي ازاي وهكذا. انما لو في كوميونيكيشن بين الرايت والليفت اتريوم ينفع يبقى فين؟ ينفع يبقى في فوسا اوفيرس اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي اكشن ترو اتريال سيستم. انما الصراحه ينفع يبقى فوقها او تحتها او قدامها او حواليها صح؟ فتعالوا نتكلم على هذه الانواع. حاجه سريعه الاول قبل ما ندخل في الكلام عن الاتريال سيبتال ديفكتس. فاكرين لما قلنا في الامبريولوجي بيبقى في فوسا اوفيرس في فتحه والدم بيعدي منها هي مهمه للفيتال سيركيليشن وهكذا. وبعد كده في الاخر بتقفل علشان الليفت اتريال بريشر اعلى من الرايت اتريال بريشر فتبقى اوبوز على الليمبس بتاعها لحد ما تنزل. فعدد من البني ادمين هي ما بتنزلش. يعني هي الفلاب هي ما فيهاش هي مش ديفيشنت اوف تيشوز يعني هو تيشو كتير كفايه واوبوزد على الليمبس انما ما لزقتش يعني لو زقتها هعديه اوكي؟ وتش حاجه شبه كده هو ده اكشلي لو احنا مش حاطين هذا البروب لو احنا شايلينه وباصين بس كده في الغالب مش هنشوف ديفكت اوكي؟ انما لما عدينا البروب اكشلي عدى من الرايت اتريوم للليفت اتريوم اكروس المنطقه ديت ويسموا دي ايه؟ يسموها بيتنت فورامين اوفاري ودي اكشلي حاجه موجوده في اب تو خمس بني ادمين مثلا يعني واحد من خمس بني ادمين ماشيين في الشارع ممكن يبقى الفورامين اوفاري ده مش اكشلي مقفول وبالتالي ده كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم صح؟ وبالتالي في الظروف الطبيعيه الدم ينفع يعدي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم صح؟ غلط غلط ليه؟ بالظبط علشان هو هنا التيشو مش ديفيشنت صح؟ يعني الفوسا اوفيرس هي قادره تبقى اوبوزد على الليمبس بتاعها وبالتالي مفيش دم في الطبيعي عارف يعدي علشان طول الوقت الالي بريشر اعلى من الاري بريشر لحد ما تيجي اوقات الاري بريشر فيها يبقى اعلى ومن ساعتها يزق الفلاب دي ويعدي دم اوكي؟ اللي هو ايه؟ اي حد بقى الاري بريشر بتاعه عالي قوي انما البني ادم الطبيعي مثلا لو بيكح كحه جامده كده او بيسترين او حاجات شبه كده ساعتها ممكن الفلاب ديت تتزق وشويه دم بسيطه تعدي انما واقعيا في الظروف الطبيعيه كده هي البيتنت فورمان اوفاري لا تسمح ان في كميه سيجنفيكنت اوف بلاد تعدي اكروس الاتر. ان ريليشن بقى ان كونتراست لا حاجه شبه كده. ده ايه؟ ده برضه نفس المنظر المفروض الفلاب بتاع الفوسفا اوفاري تبقى هنا ده اللمز بتاعها. لما هو انا واقف كده من بعيد من غير ما حد يزق حاجه من غير ما حد يحط حاجه هو انا اكشلي شايف ديفكت صح؟ هو انا دلوقتي عارف اشوف ليفت اتريوم من وراه وبالتالي لو في البريشر في ليفت اتريوم اعلى شويه من رايت اتريوم هيعرف يعدي من هنا صح؟ اون ذا اذر هاند فعلا البيتنت فورمين اوفاري لو كان البريشر في ليفت اتريوم اعلى من رايت اتريوم ما بيعرفش يعدي اكشلي بيزق الفلاب دي عشان تقفل صح؟ انما هنا هي عارف هي الدم ممكن يعدي بسهوله من الناحيه للثانيه وبيسموا دي سكنة الاس دي.
يبقى ايه الفرق بين التيتان فورم الاوفالي والسكندري اس دي؟ التيتان فورم الاوفالي ان هو بس ما لزقش الفلاب، ما لزقتش علشان تبقى لو زقناها نعرف نعدي منها، انما هي في الطبيعي اغلب الوقت لا تسمح بهبوط الدم. في حين ان عين السكندري اس دي الدم بينفع يعدي علشان التشو ديفيشنت، هو الفلاب بتاع الفرصه دي مش عارفه تقفل كل هذا الديفكت، وبالتالي في كونسيدربل اماونت اوف بلاد ممكن يعدي من هذا الديفكت. بس انما انا عايز استريس هنا ان هما في نفس المنطقه صح، يعني هما مش منطقه مختلفه، هي بس قد ايه يعني هما الاثنين في المنطقه بتاعت الفوسفوليز. السكندري اس دي هو باي فار اشهر نوع من الاي اس دي، بالتالي معظم العيانين اللي عندهم اي اس دي وما عندهمش سكندري. طيب النوع الثاني اللي اسمه برايمري اس دي، احنا هنا عاملين ايه؟ واخدين كات سكشن في القلب شبه شويه الفورتشن بافيو، اوكي؟ وبالتالي مقطعين اثنين اتريا واثنين فنتركلز، وبعدين يبقى ده رايت اتريا من رايت فنتركل، ليفت اتريا من ليفت فنتركل، وده اتريا سكتر ده فنتركل سكتر، اوكي؟ دي منطقه الفوس اوفاليس، يعني لو في فتحه هنا تبقى سكندري اس دي مثلا. انما عارفين نشوف الايدج ده هو ده كوميونيكيشن غيره يدوب فوق الايدي فالف فوق التريكسبت على طول صح؟ فده كده كوميونيكيشن للاثنين اتريا. وارد جدا جدا في العيانين دول ان كمان يبقى عندهم في اس دي يدوب تحتها، يدوب عدل تحت الايدي فالف، ويسموا ده انلت في اس دي. احنا بنتكلم عن انلت في اس دي، يعني عن في اس دي على بعضها يعني ان شاء الله. انما لو في اس دي في المنطقه دي يسموه انلت في اس دي، ويبقى هنا في برايمري اس دي تحته عدل في انلت في اس دي. وبما ان المنطقه ديت هي ما فيهاش تيشوز، فالكومن فالف ده ما عادش يتقسم، يعني المفروض المايكرو تريكسبت دول في الاول خالص كده كان بيبقى كومن اي بي كانال وبعد كده بيتقسم، فالمنطقه ديت ما اتقسمتش خالص، وبالتالي يفضل كومن فالف. ولو في عيان عنده برايمري اس دي وعنده انلت في اس دي وعنده كومن اي فالف يسموا ده كومبليت كانال، اوكي؟ ينفع ما يبقاش عنده في اس دي، يعني مثلا الاي فالف ده ينزل يلزق في الكريست بتاع السبت وما يبقاش في كوميونيكيشن من تحت، وبيبقى عنده بس برايمري اس دي، وساعتها يسموه بارشال كانال، وبيبقى العيان بارشال كانال هو عنده برايمري اس دي مع كومن اي فالف، حتى لو مقسوم اثنين اورفيسيز. الكومن ايدي كانال هو الكومبليت ايدي كانال هو برايمري اس دي انلت في اس دي والكومن ايدي صح، ولو في حاجه بينهم كده تبقى ترانزيشن. ومده على بعضه كله على بعضه كده بنروح نشرحه في درس الكنال، ده موضوع كبير على بعضه، فاحنا مش هنقول من البرايمري اس دي اكتر من كده. ليه برايمري وليه سكندم؟ لاسباب امبريولوجيه كده برضه بنروح نقولها في محاضره امبريولوجي، انما يعني هنفوت على بعض كده ان ده هنسمي ده برايمري اس دي ده سكندري اس دي. ماشي، يبقى احنا دلوقتي قلنا في بي اف او وده مش اكشوال اس دي صح؟ انما الاي اس دي مكانه هو السكندري اس دي والبرايمري اس دي. واحنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات اللي بتحصل في فوسا وفيلس والحاجات اللي بتحصل في السيبتم يا دوب فوق الاي في فالس. طيب يا ترى لو كان في ديفكت فوق الفوسا وفيلس احنا بنتكلم عن المنطقه دي، ده السكندري اس دي هنا صح؟ وهنا كده البرايمري اس دي. لو بقى في ديفكت هنا فوق الفوسا وفيلس ناحيه الاس بي سي او تحت الفوسا وفيلس ناحيه الاي بي سي، بيبقى يسموا ده ساينس فينوز اس دي اللي هو شبه كده. هنا عاملين ازاي؟ هنا منظر تقريبا شبهه قوي، احنا بس شايلين الفري وول بتاع رايت اتريوم خالص، باصين على الاتريال سبتم، في تريكسبل هنا، ده الفتحه بتاعت الاس بي سي والاي بي سي هتبقى هناك. قوم لو ده اس بي سي ده مفتوح كده بالطول، ده بالون ايدين دلوقتي شايفينهم فاتحين مع بعض وفيها ديفكت، يعني لو حطيت ايدي كده بدخل ليفت اتريوم، اوكي؟ قوم يبقى ده ديفكت فوق الفوسا فيلس صح؟ قريب قوي من داخل الاس بي سي، وخلى انه البلمونري فين داخل في منطقه قريبه قوي منهم، علشان دلوقتي ما بقاش في فاصل قوي بين الاس بي سي والرايت ابر بلمونري فين. فاكرين لما قلنا ان هما قريبين قوي من بعض؟ فاكرين المنظر ده؟
لو هنا ده اس بي سي وده رايت ابر بالمونري فين وكان في انترسبتور بينهم. لو هنا مفيش هيبقوا البالمونري فين ده تقريبا اوفر رايدنج ديفكت اللي هو السوبيريور ساينس بنوزيز دي. اكشلي ممكن مع الوقت والجروث يبدا حتى البالمونري فين ده يرحل شويه ناحيه رايت اتري. اكشلي قد يرحل خالص يبقى فاتح بروبر في الاس بي سي فوق الاتري. اوكي وبالتالي ده ده ديزيز هو commonly associated ب anomalous pulmonary venous drainage. ده ترم دي تعالوا نقول يعني ايه anomalous pulmonary venous drainage. هو طبيعي انه البولمونري فينز تفتح فين؟ ليفت اتري صح؟ قوم لو في واحد او اكتر بولمونري فينز فاتحين في حته غير الليفت اتري يسموها partial anomalous pulmonary venous drainage. لو كلهم فاتحين بره الليفت اتريوم يسموها توتال انوماليس بالمونري فينس درينج. وبالتالي البارشال انوماليس بالمونري فينس درينج يتطلب ان اتليست في واحد فين فاتح لسه في الليفت اتريوم. التوتال انوماليس يبقى كلهم فاتحين في حته بره الليفت اتريوم. ده برضو ده موضوع كده لوحده بنرجع نشرح على انوماليس بالمونري فينس درينج. انما هو احنا هنا بنقوله ليه؟ علشان هو فيري كومنلي اسوشيتد بالساينس فينوز اس دي. الفاست ماجوريتي بتاع عيانين بالساينس فينوز اس دي عندهم كمان partial anomalous pulmonary venous drainage. وبالتالي هو depending على هو superior sinus venosus ولا inferior sinus venosus هنقول هو في الغالب هيبقى معاه كمان anomalous pulmonary vein انهي واحد فيهم يعني هو right upper ولا right middle ولا right lower حاجة. وبالتالي ده منظر ده CT مبين ايه؟ مبين ده SVC وده right upper pulmonary vein فتح في ال SVC proper. بصوا الـ اتنين بدأ من هنا فهو اكشلي فاتح في الرايت ابر الرايت ابر بالمونري فين فاتح في الاس بي سي. معظم عيانين السوبيريور ساينس فينوزياس دي بيبقى معاهم رايت ابر. هو في كام واحد بالمونري فين؟ خمسه الصراحه او اربعه مش كده يعني هو وارد قوي انه يبقوا اربعه بالمونري فينز يعني اثنين يمين واثنين شمال عادي ويبقى الاثنين يمين هو في فين للرايت ابر وميدل لوبس وواحد للرايت لور لوب او ممكن كل لوب من الرايت لانج كل واحد فيهم يفتح لوحده ويبقى رايت ابر رايت ميدل رايت لوب. فاشهر اسوشيشن مع السوبيريور ساينس فينوز اس دي انه يبقى الرايت ابر بالمونري فين فاتح في الاس بي سي رايت ميدل بالمونري فين فاتح في الجنكشن بين الاس بي سي والاتريوم عند المكان الاس دي كانه اوفر رايدنج الساينس فينوز اس دي ورايت لور بالمونري فين فاتح لوحده في الليفت اتريوم مع الليفت كلهم فاتحين في الليفت. اجل ينفع يبقى اي حاجه انما انا بس بقول انه ده اكتر اسوشيشن مشهور. وبالتالي لو هي حاجه للدرجه دي كومن ولو في عيان عنده ساينس فينوز اس دي وانا لازم ادور هو بالمونري فينز بره فين علشان هو في الغالب هيبقى انوماليس. اجل ده منظر 3 دي ريكونستراكشن لسي تي. فاحنا دلوقتي باصين من ورا يعني كده راس عين كده رجله هنا يمين وهنا شمال واحنا باصين من ورا ده ليفت اتريوم داخل فيه 1 2 3 4 بالمونري فينز كويسين اهو صح بس لحد ما نلاقي واحد بالمونري فين خامس مش كده رايح فتح في الاس بي سي بروبر فول اتريوم خالص. اوكي طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه؟ على الساينس فينوز اس دي وقلنا انه السوبيريور ساينس فينوزس هو a lot more common عن الانفيريور ساينس فينوزس انما هما الاثنين commonly associated بانوماليس فينس درينج علشان الديفكت بيبقى قريب قوي من الحاجز اللي بين الكيفا بتاعتها والفين اللي ناحيته او اللي ناحيته. وبالتالي لو في عيان عنده ساينس فينوز اس دي محتاج ندور كويس على each and every single pulmonary vein رايح فين. طيب بمناسبه الكلام على البارشال انوماليس pulmonary veins في مرض مشهور كده اسمه سيميتار سندروم اللي هو ايه؟ هو سندروم علشان هي مجموعه حاجات كده بتحصل عاده بيبقى ايه؟ بنلاقي الرايت لانج صغيره هايبوبلاستيك اوكي التيشوز بتاعها صغيره انما كمان الارتري اللي رايح لها ممكن يبقى صغير برضه رايت بالمونري ارتري. الرايت بالمونري فينز كلهم على بعض مش واحد منهم كلهم بيروحوا يدرين للاي بي سي ويبقى انفراكارديك. اوكي ف انما كمان ينفع يبقى اللنج ديت جايه لها
anomalous artery من الاورطة. اوكي؟ والبرزنتيشنز مختلفة بقى على حسب، في ناس بيجوا من هو صغيرين بريسبكتيف ستريس جامد وسيفير بوم هايبرتنشن وحاجات شبه كده، وفي ناس بيبقوا اكشلي بريزنت الوت ليتر وهم ادلتس وكوايت مايلد سيمبتومز. انما ليه سموه الاطار؟ علشان كنا بنعرف نشوف البالمر فين، وبيبدا صغير عشان هو دريننج لوب واحد، وبعد كده از جوز داون هو عمال يدخل فيه بقى بالمر فينز تاني، فعمال يكبر از جوز داون. فشبه السيف العربي القديم ده، بس الميتار مش اسم الراجل ده، اسم السيف. وطبعا هو كومنلي برضو اسوشيتد ان معايا يبقى معايا اس دي هو كمان. اوكي، ايدر بقى انفيو سينس فينوزز او خط تبقى سخنه. فده منظر بقى انجيوجرافي محقون الفين دوت، وده ام ار اي مبين البالمونري فين وعمال يخش فيه بالمونجنز ثانيه لحد ما يدخل في الاي بي سي او قبل ما يدخل. ماشي، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على كام نوع اس دي، اتكلمنا على سكن اس دي، وقلنا ده باي فار هو الموست كومن وبيحصل في الفوسفايز، وقلنا البرايمري اس دي اللي بيحصل يا دوب فوق الايفي فالف اللي هو انزو جراس كاريري، وكلمنا على السوبيريور انفيريور سينس فينوز اس دي اللي هي كومنلي اسوشيتد ب انومالس كومن ريفينز. بس كده دول اس دي. في صراحه حاجه تانية هي تكنيكالي مش اس دي، بس نرجع نتكلم شويه. ايه هو الكورونري ساينس؟ الكورونري ساينس هو ستراكشر جاي معظم اللي نزلناه بتاع الهارت رايح ماشي ورا ليفت اتريوم علشان يفتح في الرايت اتريوم اول ما عدى الاتريا سكتم، صح؟ عادي. تعالوا يعني نجنور الشيء ده ونعتبر ان هو ده الكورونري ساينس فاتح في الرايت اتريوم، كويس؟ في عيانين يبقى عندهم ديفكت في الوول بين الكورونري ساينس وليفت اتريوم، هو ماشي ورا ليفت اتريوم صح؟ لو هو ماشي ورا ليفت اتريوم كده بقى في ديفكت بينه وبين الليفت اتريوم. هو ديفكت ده فين؟ في الوول بتاع ليفت اتريوم صح؟ مع الوول بتاع الكورونري ساينس. ايه علاقه ده بالليفت ريسبتر؟ رجعوا خالص هم مش في الليفت ريسبتر صح؟ هو كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والكورونري ساينس. ولو انا قاعد في الرايت اتريوم في الليفت اتريوم، واحنا اتفقنا من المره اللي فاتت انه البريشر في الليفت اتريوم اعلى شويه من الرايت اتريوم صح؟ وبالتالي لو انا قاعد في الليفت اتريوم ولقيت ديفكت موديني على تشيمبر البريشر فيها اقل، همشي من اطلع من الليفت اتريوم امشي في هذا التانل اللي هو كورونري ساينس علشان الاقي نفسي في الرايت اتريوم. وبالتالي لو انا شويه دم قاعدين في الليفت اتريوم عرفوا يروحوا رايت اتريوم، هو ده الفسيولوجي بتاع اس دي صح؟ الناس يقولوا عليها اس دي، ولو انها هي الصراحه تكنيكالي هي مش اس دي قوي الصراحه صح؟ ده مش ديفكت في الاتريال سيستم، يعني ده مش اتريال سيستم ديفكت صح؟ هو بس نفس الفسيولوجي، هو كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم ينفع يعدي منه كونسيدر الاماونت اوف بلاد لو هو ديفكت كبير. وبيجي شويه عيانين كمان يحصل ايه؟ يحصل توتال ان روفنج للكورونري ساينس، يعني كل الوول اللي يفصله عن الليفت اتريوم كله يبقى مش موجود، يفضل بس الاوستيوم بتاعه في الاوستيوم بتاعه صح. ولو انا بصيت من الليفت للرايت اتريوم هلاقي فتحه، لو بصيت من الليفت اتريوم هلاقي نفس الفتحه عارف عندي من اسبوع، فتبان كانها قوي ديفكت، وهي هي اكشلي مش ديفكت، هو ده الاوستيوم بتاع كورونا ساينس اللي بقى توتالي ان روفت. متابعين ولا حد تاني؟ قلنا اول تاني. يبقى ده كورونري ساينس ماشي ورا ليفت اتريوم، ممكن يبقى فيه ديفكت صغير شبه كده. اوكي، لسه في اوستير، ده اليومن بتاع الكورونري ساينس، وده دلوقتي عارف يعدي من هنا يطلع ناحيه ثانيه، كويس. لو الديفكت ده كبر خالص هيبقى اوستير صح؟ الاوستيوم ده دلوقتي لو انا بصيته من هنا من الليفت اتريوم هلاقي اوستيوم، لو بصيته من رايت اتريوم هلاقي اوستيوم، هفتكر ان هي فتحه بتوصل على بعض، شكلها اس دي قوي الصراحه، which is not it is not actual اتريال سيستم ديفكت صح؟ هو بس توتال ان روفنج للكورونري ساينس. لما انا ابص هنا مش هفهم ان الحته دي من الوول هو اكشلي البوستيرور وول بتاع كورونري ساينس،
علشان هو خلاص بقى مرشت في الليفت اتريوم وبقى مش قادر اميزهم من بعض صح؟ انما واقعيا ده الفتحه الاوستيوم بتاع كروناري ساينس ويقولوا عليها كروناري ساينسز. احنا فاهمين انه ده مش اكشن ديفكت في الاتريال سيبتم صح؟ ده ديفكت في الروف بتاع كروناري ساينس بينه وبين الليفت اتريوم كويس؟ عند هنا كان الموضوع مش معقد قوي، تعالوا نعقده شويه صغيره. في عاده سيئه كده للكورونري ساينس انه بيستقبل البريزستنت ليفت اس بي سي. ايه بقى ليفت اس بي سي ده؟ ليفت اس بي سي البني ادم الطبيعي ما عندوش ليفت اس بي سي، الفيتس كان عنده ليفت اس بي سي اوكي، وبعد كده تدريجيا الليفت اس بي سي ده هو ده ستراكشر بيدرين الجيجلر والسبكليفين الشمالي. مش البني ادم الطبيعي بعد ما يتولد شكله عامل ازاي؟ جوجلر وسبكليفيان شمال يعملوا ليفت انومينت فين، يروح يقابلوا الجوجلر وسبكليفيان الناحيه الثانيه علشان يعملوا اس في سي. هو احنا عندنا ستراكشر واحد اس في سي اللي هو في الطبيعي كده رايت سايدد، بيدخل رايت اتريوم ده العادي صح؟ العيان اللي عنده ريزيستنت ليفت اس في سي هو عنده ايه؟ هو لما كان عنده ليفت اس في سي هذا الليفت اس في سي نوت ريجريس، والانومينت فين قد يبقى صغير قوي مشيش في دم او يبقى اكشن نون اكزيستنت، وبالتالي يبقى عنده جوجلر وسبكليفيان شمال فينز وجوجلر وسبكليفيان يمين، كل واحد فيهم يكون اس في سي بتاعه. الرايت يعمل يدخل في رايت اتريوم عادي، الليفت ما بيروحش في الليفت اتريوم بيدخل بقى في كورونا ساينس. ليه بقى ينشن على هذا الاستراكشر كده؟ اجين اسباب امبريولوجيه جدا بنتكلم عليها في موضوع الامبريولوجي اوكي. انما الفاكت انه لو في بريزستنت ليفت اس في سي هو لازم يروح كورونا ساينس، اجين اسباب امبريولوجيه. ومين بقى الكورونا ساينس يعمل حركه مش لطيفه ويقرب انبوفت فهذا العيان اللي عنده بريزستنت ليفت اس في سي، وبعدين ايه بقى؟ هو يبقى عنده انروفين كده، وبالتالي الكورونا ساينس الليفت اس في سي ده بقى كوميونيكيتنج مع ليفت اتريوم، وبعد كده يكمل كوميونيكيت مع رايت اتريوم لحد ما يقرر يبقى توتالي انبوفت. وما نعرفش نميز ستراكشر نسميه كورونري ساينس هنا صح؟ يبان بس الاوستيوم بتاعه، ويبان لو انا ما اعرفش ان في ستراكشر اسمه كورونري ساينس وبص في الليفت اتريوم كده هلاقي في اس بي سي فاتح في الروف بتاع الليفت اتريوم. هو تكنيكلي ما ينفعش، يعني هو ما ينفعش الليفت اس بي سي يفتح الليفت اتريوم. هو واقعيا هو فتح في الكورونري ساينس، والكورونري ساينس ده قرر يبيعه ويبقى توتال انبوفت، ويبان للرائي انه فاتح في الروف بتاع ليفت اتريوم اوكي. احيانا كمان في العيانين دول which is actually not rare actually quite common ان العيان اللي عنده totally unroofed coronary sinus ده كمان يبقى معاه totally absent atrial septum. مش ASD مفيش atrial septum خالص، يعني فتحه كبيره قوي 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 لدرجه ان انا مش عارف اقول هو ده secondum ASD ولا primum ولا sinus venosum، كله مش موجود وبيقولوا عليكم من اتريوم. يعني رايت اتريوم وليفت اتريوم وفاتحين على بعض خالص، ومفيش ستراكشر نعرف نقول عليه اتريال سيبتم علشان نقول انهي ديفكت. وحتى الاوستيوم بتاع كورونا ساينس ده خلاص ما بقاش موجود علشان هو كله مش موجود صح؟ خالص. وما اجي ابص كده الاقي فيه رايت اتريوم كبير قوي كونكتنج مع ليفت اتريوم كبير خالص كده، وبعدين في اس بي سي فاتح في الرايت وفي ليفت اس بي سي فاتح في الليفت. فاهمين حاجه؟ ومحدش يتخيل ان كان في كورونري ساينس هنا ومعدي وغطى فاهمين، ويبان وكانه الروف بتاع الليفت اتريوم ده فاتح فيه ليفت اس في سي. هل دي معلومه مهمه ان احنا نعرفها؟ واحنا لو قفلنا الاي اس دي ده هيحصل ايه؟ هو العين ده كان ازرق قبل العمليه؟ الصراحه مش قوي، عشان هو معظم الدم الدي اوكسجينيتد بتاع الليفت اس في سي ده بيروح يعدي الناحيه الثانيه علشان فرق البريشرز ويروح اللنجز وحاجات كده. فحتى لو عنده شويه دي ساتوريشن هتبقى قليله قوي مش ملحوظه. انما لو احنا اكشلي بقى قفلنا هذا الاتريال سيبتم هو في حبه كويسه يعني دي اوكسجينيتد اكشلي ربع الفينس درينج بتاع بني ادم صح؟ هيروح اورطه صح؟ هيروح يعني لو قفلنا كده هيروح ليفت اتريال ليفت فنتريكل اورطه. ومن العيان ده هيطلع من العيان من العمليات ده كونسيدربل دي ساتوريشن. طب احنا محتاجين نشوف طريقه انه الليفت اس في سي ده نعرف نوديه ناحيه ثانيه لما نيجي نعمل هذا الريبير. فاهمين حاجه؟ ماشي. دلوقتي عشان الناس ما تتوهش، في حاجه احنا بنقول عليها تجاوزا اي اس دي which is not انما هو نفس الفسيولوجي اللي هو كرونري ساينس اي اس دي.
هو اكشلي اون روفنج للكورونري ساينس، وده يعمل كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم. ممكن يبقى ديفكت صغير كده او ممكن يبقى توتال اون روفنج، والموضوع ده هيبقى كمان اكثر تعقيدا شويتين لو كمان هذا الكورونري ساينس كان فاتح فيه ليفت اس بي سي، which is لما يبقى totally unroofed with the common atrium it is actually quite common to find a left SVC كان فاتح في هذا ال unroofed coronary sinus، وبالتالي يبان للobserver ان ده left SVC فاتح في الروف بتاع left atrium، يبقى ويلاتر ال SVC كل واحد فيهم فاتح في atrium، وده مش حقيقي، هو كان المفروض يفتح في coronary sinus بس coronary sinus بقى unroofed. فاهمين حاجة؟ واحد دلوقتي اتكلمنا على ايه انواع ASD، قلنا سكن الاس دي، قلنا ابن عمه البيتال فورمن اوفال اللي هو يعني از نوت ان اس دي عشان هو في الطبيعي مش بيعدي في كميه كونسيدرابل من الدم، وبالتالي هو لا يمثل هذا الفسيولوجي، ويبقى سكن الاس دي برايم اس دي اللي هو بيحصل في الكلام، ساينس فينوز اس دي اللي هو اكتر حاجه دي تبقى سوبيريور ساينس فينوز اس دي او انفيريور ويبقى associated معها anomalous commonly venous drainage، والنوع الأخير اللي هو مش ASD أو strictly speaking اللي هو coronary sinus ASD. فاهمين حاجة؟ قوم يحصل ايه؟ قوم لو في عيان عنده communication بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم، كلمنا بقى الموضوع المرة اللي فاتت ومش هناخد في التفاصيل صح؟ لو في communication بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم الدم هيمشي من الليفت للرايت ولا العكس؟ ليفت اتريوم ورايت اتريوم ليه؟ اللي بريشر اعلى من الرايت اتريوم بريشر علشان كومبلايس على الليفت فنتركل اوحش من ال في اندستريك بريشر، قلنا الكلام ده بقى المره اللي فاتت، لو كده ممكن نبقى نرجع. ومعيان اللي عنده اس دي انهي تشامبرز بالدايليت؟ رايت سايدد تشامبرز اللي هم رايت اتريوم ورايت فنتركل، انما اي ليفت رايت شانس بيبقى كمان معاها دايليتد بالمونري ارتيز كومبلايس فينز، يبقى عين الاس دي عنده دايليتد رايت اتريوم ورايت فنتركل بالمونري ارتيز وبالمونري فينز. يا ترى يبقى عنده انهي اكسس ديفيشن؟ رايت، يبقى عنده رايت اكسس ديفيشن رايت انليس هو كانال. انظر بس الكنال، خلاص احنا هنتكلم في الكنال لاسباب اجان مختلفه كده في، وبالتالي في الطبيعي هنلاقي في الاي سي جي ايه، هنلاقي ساينز بقى بتاعه ان رايت اتريال انلارجمنت رايت فنتريكولار انلارجمنت في الغالب رايت اكسس ديفيشن اون ذس هو كمان كنال صح، ونلاقي في الاكس راي كاردينجري عشان رايت فنتريكل كبير هو كمان مع رايت اتريال، انما كمان لارج بقى بالمونيرتي شادو و لونج بليثورا اللي هو في ناس بتقول عليه كونجشن، انما احنا قصدين بليثورا مش كده. ولو بصينا في اللاترال اكس راي بنلاقي ده اوبليتريشن للريتروسينر سبيس عشان الرايت فنتركل. طيب قوم لو في عيان عنده ليفت رايت شانس، وعلى ما اتكلمنا المره اللي فاتت مش هنخوض بقى في التفاصيل الجامده دي بتاع هو لما الدم يمشي من الشمال لليمين يحصل ايه وايه فيسيولوجي وحاجات صح؟ و بالمونري اور فلو بعد كده واز كونستركشن اللي هو يبقى الاول ريفرسبل وبعد كده لا ريفرسبل وبعد كده لما يبقى ريفرسبل قوي بالمونري باسكال ريسنس يزيد قوي قوي لحد ما كلهم فشار يزيد قوي ومش هم تتقلب هم يبقى يزيد منجر وحاجات كده خلاص. فبس انا عايز اقول الاحداث دي بقى بتحصل امتى في عيان الاس دي؟ متاخر قوي صح؟ يعني لو في عيان عنده دي اس دي كبيره اون ريسبت في اس دي الاحداث بتحصل امتى؟ من بدري جدا صح؟ من اول قوي يبقى عنده سيمتومز جامده جدا وبعد كده يبدا بقى البرمنت فاسكولار ريزيستنس تزيد، والبرمنت فاسكولار ديزيز ده بدري يعني سنتين وسنه ونص حاجات شبه كده خلاص؟ فعين الاس دي بقى امتى بيتحول لايزنمنجر؟ قد ما يتحولش اصلا خالص لايزنمنجر خالص ويفضل عنده فوليوم نود كتير قوي، انما لو بيحصل بيحصل متاخر جدا 30 40 60 حاجات شبه كده okay. علشان هو ده بس فوليوم لود، انما مفيش دايركت ترانسميشن اوف بريشر للبالمونري فاسكولار بيد صح، على عكس الفي اس دي. في الفي اس دي بيبقى ديورينج السيستول البريشر في اللنج قد سيستميك من الدايركت ترانسميشن اوف بريشر صح، هنا مفيش، هنا بيبقى سيبقى فوليوم كتير. طيب ايه اشهر برزنتيشن لعيان عنده اس دي؟ ان يبقى سنتنس كمان صح؟ يكتشفوه بالصدفه يعني، يعني لو في عيان رايح
يكشف عنده برد، عنده نحة، عنده اسهال بقى، عنده ترقيق، وات ايفر اي حاجه، خلاص بيكشف عند دكتور اطفال. قام سمعوا بالسماعه، قام سمع عليه نورمر قال لهم اعملوا ايكو. هو العيان ما بيشتكيش من القلب خالص، صح؟ عنده اسهال، الاس دي ما بتعملش اسهال. وبعدين فسمع عليه نورمر قال لهم اعملوا ايكو، عمل ايكو طلع عنده اس دي. فالدكتور شاطر. الدم بقى وهو بيعدي من ال اس دي، يعني هو الدم ماشي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، ايه صوت المرمر اللي بيعمله؟ نعم؟ ازاي ايجكشن وهو في الاس دي؟ الاس دي لما بيعدي في الايه؟ تاني عشان بس نبقى ناس فاهمة. هو دلوقتي لو في عيان عنده ميتال بيرج، هو شكل المرمر عامل ازاي؟ بانستوليك مرمر، مش عارف الايبكس، بروجكت الاكزيلر كده، صح؟ هو الدم بقى وهو بيعدي من الميترا بيعمل هذا الصوت، صح؟ الدم بقى وهو بيعدي من الاي اس دي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم بيعمل صوت ايه؟ ما بيعملش صوت. ازاي ما بيعملش صوت والدكتور راح سمعه بالسماعه قال له عندك مش كده؟ دلوقتي لو في دم كتير قوي 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 عايز يروح يعدي في نورمال بلمونري فالف، بلمونري فالف في عيني مش ضيق، صح؟ هو عادي يعني، انا عادي، هو اف اني ثينج هو بلمونري فالف كبر شويه علشان ماشي فيه فلو كتير جدا. الفلو اللي المفروض يعدي في البلمونري فالف المفروض يبقى تلت هذه الكميه مثلا، انما دلوقتي بقى يعدي فيه كميه اكتر بكتير قوي 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 قوي، يبان وكان البلمونري فالف بقى ضيق على كميه الدم اللي عايز تعدي فيه. هل البلمونري فالف ضيق على العيان ده؟ لا خالص، هو حجم البلمونري فالف بالنسبه لبني ادم هو مش صغير، هو بس بقى مضطر يعدي فيه كميه دم اكتر بكتير قوي من العادي، فيبان عليه المرمر اللي وكانه بلمونري ستينوزس، قوم يبان عليه بقى هذا الايجكشن ستايك مرمر، صح؟ علشان هو كان هو فيتشرز بتاعه بلمونري ستينوزس، هو اكشلي مش اكشلي بلمونري ستينوزس، هو ريلاتيف، صح؟ او فانكشنال بلمونري. هو الدم بقى هو الصراحه بيعدي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، هو فرق البريشرز بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم قد ايه؟ قليل قوي، صح؟ 2 3 4 ملم في حاجه كده. علشان نعمل مرمر محتاج دم يبقى تربلنت، وعشان يبقى تربلنت يبقى محتاج يبقى ماشي بفلوستي عالي قوي، عشان يمشي بفلوستي عالي قوي محتاج يبقى فرق بريشرز جامد اكروس المكان. هو الفرق البريشر وات ايفر كميه الدم اللي هتعدي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم هي فرق البريشرز قليله جدا، وبالتالي فلوستي قليله، وبالتالي دم هو بيعدي من اكشوال اي اس دي مش بيعمل صوت، هو الصوت بتاع فانكشن بلمونري ستينوزس. قوم يبقى الاشهر برزنتيشن هو يبقى اسيمتوماتيك، قوم الناس تكتشفه بالصدفه وهم بيكشفوا عشان اي حاجه تانيه. انما في عيانين هيبان عليهم السيمتومز بتاعت البلمونري فلو اللي هي ريكارنشس انفكشن، شورت بيرث، حاجات شبه كده، ما يقدرش يعمل مجهود قوي زي اصحابه وحاجات الكلام ده. نادرا ما بيبان في الاي اس دي بقى فيلير تو ثرايف والسيمتومز الفظيعه بتاعت الفي اس دي. انما الصراحه يعني من وقت للتاني بنتفاجئ عيانين يبقوا صغيرين عندهم شهور عندهم سيفير سيمتومز وما عندوش بس الاي اس دي، نقعد بقى لا اكيد عنده حاجه ثانيه، ونقعد ندور وعنده ايه طبعا دي زمانهم هو اللي عنده الاي اس دي من وصفين ولا ايه، وسربرايزنج يطلع عنده اي اس دي بس. Again, very rare cases ان من وقت للتاني في عيانين بيبقى عندهم really severe symptoms. في الغالب related للكومبلاينس بتاع الفنتركلز وهكذا، انما يعني هم احنا عارفين ان في عيانين عاملين كده. Again, very rare، الواحد لو في عيان صغير قوي عنده severe symptoms هو محتاج يدور على حاجه ثانيه، في الغالب هي حاجه ثانيه، انما من وقت للتاني ما بيلاقيش. العيانين اللي بيتاخروا قوي 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 بقى في الاي اس دي دول يتحولوا لازيمينجر سندروم. يعني ايه ازيمينجر سندروم؟ هو عيان عنده ليفت رايت شنط كبيره كفايه تسببت انه يحصل انكريز في البالمونري فاسكولار ريزيستنس، وهذا الانكريز يبقى ايرفرسبل لحد ما يعلي البالمونري فاسكولار ريزيستنس جامد، اللي هو يتسبب في انه يعلي قوي البالمونري ارتري بريشر لحد ما تبقى اعلى من السيستميك، ويحصل ريفرسال للشنط ويبقى عيان حصل كان عنده لارج ليفت رايت شوت زادت قوي ريزيستنس تحولت الى رايت تو ليفت شوت ويبدا ساعتها يبقى عنده سينوس. معظم عيانينا اللي هم في الادلت بيبقى اشهر حاجه اللي هي في الادلت بيقولوا لنا بازمه، يعني بعيان عنده
40 سنة ليفر ممكن دي أزمة ولا عنده هيستوري منها فجأة كده عن سنة 30 و35 يبدأ يشتكي من البرونكايت اللي هو يبقى أوبيس الشست. فمعظم عيانين الليزي كنا أكشلي من عيادات الشست هما بيروح الأول هما أزماتك وهي أكشلي بقى من فترة بيتعالجوا على إنهم أزماتك وبياخدوا روح دايليز بالظبط. أزمة المفروض إن تكون جيناتيكال المفروض يبقى هو بيجي يكتشف إن أنا أزمة بس من 30 أول ما حد يبدأ يسمع أوبيس الشست حد يشتكي إن هو بيكح بيعمل ده غالبا مثل الليز دي وده كومن براكتس في الأرض. الايزمنجر سندروم يعني براكتس بيقول ان الاي اس دي ريلي ان هو يبقى الايزمنجر سندروم. احنا عندنا كلينك هنا في اسوان ناس عندها 80 سنه ستيشن ديجريبتد ورايت واحنا بس قررنا ان هو وانت مش بتحسن سرفايفل انت بتحسن سيمبتومز. فلو العيان ظبطوا الدايوريتكس وكده ونافويد ان احنا ندخل يعني بنعمل عقلنا في ال 80 بلس. غالبا البيشنتس اللي هم بريزنتد بايزمنجر هم اكشلي اسوسيشن يعني هو كان عنده برايمري بالمدرجة هايبرتنشن وتهبل ان معاه اي سي تهبل لكن الاي سي كباثولوجي فيري كومن ان هو يوصلنا للاسفل. يعني هذه منطقه كونتروفيرشال جامد بتاع هل الاي اس دي بيعمل هذا الانكريس في الكوما هايبرتنشن ولا لا. هو احنا عارفين انه لو الفلو جامد جدا 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 حتى في الصغيرين البي بريشر بيزيد انما الغالبيه العظمى المطلقه من عيانين الاي اس دي يعني في عيان عنده سنتين ثلاث سنين وعنده اي اس دي وكيوبيك اس عنده ثلاثه يعني طمونري فلو اكتر من السيستميك ثلاث اضعاف البي اي بريشر بتاعه ايه؟ نورمال. ليه نورمال؟ مع ان طمونري فلو كتير قوي قوي عشان طمونري ريسك ريزيستنس في الطبيعي ان هي قليله جدا فبتادابت هذه الكميه الكبيره جدا من الفلو من غير ما البريشرز تزيد سيجنفكت. اوكي وبالتالي هل العيانين بقى اللي بقوا ايزنجر هم اكشلي هم عندهم حاجه ثانيه طبعاً البرتنسل ولا هي جينات الريتيرمان وتبر. واحنا عارفين انه العيانين اللي بيبقوا ايزنجر مع الاس دي هم قليلين قوي ومنقدرش نقول بقى امتى. في عيانين بيحصل لهم بدري عشرينات وفي ثلاثينات اربعينات انما ما ينفعش عيان يبقى عنده سنتين وايزنجر من الاس دي بس اكيد. اوكي ماشي. الليفت رايت شنط كتير قوي ده بيخلي الرايت اتريمي دايليت صح مع اللونج تيرم اتريال دايليتيشن وارد قوي ان يحصل لهم اتريال اريتمي. ففي عيانين هم بيبقوا توتالي سيمتوماتيك وعنده 30 40 سنه وبعدين جاي بريزنت ببالبيتيشن او اف او فلاتر ويبقى المود بتاع البريزنتيشن بتاعه اتريال اريتمي. وبس ده قد يتسبب في انه يبقى الفيرست بريزنتيشن بتاعه هو ستروك عشان هو جاله اف وبعد كده امبولايز فجاله ستروك. اوكي انما هو كمان ينفع يجيله ستروك لاسباب غيرها ان يجيله بارادوكسال امبوليزم. يعني عين الاف لما يجيله ستروك هو الثرومبس جت منين؟ من الليفت اتريوم. يعني مثلا كان في ثرومبس في الليفت اتريوم ابندج عشان الليفت اتريوم ما بيفضيش نفسه الليفت اتريوم ابندج راحت اورطه. انما هو كمان ممكن العيانين اللي عندهم شانس هو ممكن يبقى عنده بارادوكسال امبوليزم يعني هو عنده ثرومبس في رجله مثلا اي حاجه هذه دي صغيره ولا يعني في الطبيعي كانت هتروح بالمر امبوليزم. اوكي لسبب او لاخر قررت تشنت اكروس تكروس اكروس الاي اس دي رايت تو ليفت. هو شنت اكروس الاي اس دي ليفت رايت تو ليفت في الطبيعي ليفت رايت صح انما وارد ان رايت تو ليفت ايذر عشان حصل له انكريز في بالمر ريزيستنس او اكشلي ا لوت مور كومن ان العيان ديورنج اللحظه دي كان بيسترين ولا بيكح ولا وات ايفر فهذا الامبولس عرف يعدي في اللحظه دي رايت تو ليفت بدل ما يعمل بولمر امبوليزم اكشلي عمل سيستميك امبوليزم قام عمل ستروك ولا حاجه. اوكي فاحيانا يبقى ده فيرست برزنتيشن بتاع الانشن ماشي يبقى ينفع يبقى اسيمتوماتيك اكشلي معظم العيانين بنكتشفهم كده حد بيكشف عليه سيمي نورمال او سيمتومز بتاع بولمري فلو قليل منهم بيجي له ازمنجر سندروم انما اتريال اريتميا وبارادوكس كان امبوليزم ودول في العيانين اللي اكشلي كويت اولد متاخرين. طيب لو في عيان هو عنده اي اس دي واحنا اكشلي محتاجين نقفله صح؟ لا لا برضه لا برضه ليه؟ هو المشاكل اللي بتحصل في الاي اس دي او في ليفت رايت شانس بشكل عام هي ريليتد لكميه شانس صح؟ و كمية considerable من left right shunting can be very well tolerated. يعني الشنط يبقى دي مودايناميكال سيجنفيكانت
يعمل حاجات بقى بتاعه الدايليتيشن في التشيمبرز وترفع فيه بريشر وحاجات كده، ومحتاج يو بي كيو اس ده يبقى 1.5 2 3 ارقام عاليه. اوكي، فلو في عيان عنده كيو بي كيو اس 1.2 وده عن في الغالب مش هيبقى عنده سيجنيفيكانت فوليوم لود ولا كل المشاكل اللي تحصل بعدها. ومن العيانين دول اللي عندهم سمول شنت هم السرفايفر بتاعهم قد نورمال بوبليشن، هم توتالي اسيمتوماتيك، هم بيكتشفوهم بالصدفه فاهمين حاجه. ولو في عيان هو الناتشرال هيستوري بتاعه انه زيه زي نورمال بوبليشن، هو تكنيكالي احنا مش محتاجين نعمل له حاجه مش كده. وبالتالي هو الدرس ده فيه عنوان اسمه انديكيشنز، وتش زي حاجه مش موجوده في الامراض الثانيه. يعني العيان اللي عنده تي جي اي هو التي جي اي از انديكيشن فور سيرجري صح، اللي عنده فالو الفالو از انديكيشن فور سيرجري، اللي عنده كانال الكانال از انديكيشن فور سيرجري، وهكذا. اللي عنده دور دور از انديكيشن فور سيرجري. اللي عنده اي اس دي لا الصراحه محتاج اشوف هو اي اس دي بقى سيجنيفيكانت محتاجه تقفل ولا لا، علشان ما في عيانين في عيانين عندهم سمول شنط فما يحتاجوش ابدا، وفي عيانين بيتولدوا عندهم اي اس دي وبعدين الاي اس دي تقفل لوحدها، ويبقى احنا مش محتاجين اصلا نعمل لهم حاجه، علشان مع الوقت تابعناه الاي اس دي ظهرت بعدين قفلت خلاص خلصنا، ويبقى مش محتاجين اكشلي نعمل له حاجه. وبالتالي يبقى احنا محتاجين نشوف الانديكيشنز. يبقى الانديكيشنز بتاعت الاي اس دي كلوجر انه يبقى سيمتوماتيك صح؟ يعني اي حاجه بقى بتاعت السيمتوم بتاع الموري اوفر فلو ايزمنجر مش ايزمنجر الموري اوفر فلو بارادوكس كالمبوليزم مش عارف ايه تلاقيني حاجات شبه صح؟ لو انا بعمل حاجه غيرها احنا بنقول ان الاي اس دي بتحصل في نص عامل كل جوينتال. لو انا كده كده بعمل حاجه ثانيه وعنده اي اس دي هرفعها بالمره عشان كده كده بنعمل له عمليه للسبب الاخر. انما السيرت انديكيشن هنا هو السيمتومز الفوليوم لود. الفوليوم لود ده بنعرفه ازاي؟ ان الكيوبيك اس بتاعته تبقى عاليه اللي هي ايه 1.2 مثلا، او انه يحصل بامر بتنشن. وبالتالي انا عايز اشوف ايذر سيمتومز او كيوبيك اس او كومن هيبرتنشن صح. الكيو بي كي اس بتتحسب ازاي؟ بالقسطره. وايه تاني؟ ام ار اي. هو احنا من امتى بقى عيان بيجي لنا عنده اي اس دي بنروح نعمل له قسطره ام ار اي؟ تي اي. فتي اي بيحسب كيو بي كي اس صح؟ فيري 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 انكريت. ترانس ثوراسيك وترانس فاجيال ايوه في حسبه لاستيميتنج الكارديك اوتبوت والحاجات والكيو بي كي اس بالترانس فاجيال ايكو وبالترانس ثوراسيك ايكو الصراحه عادي، انما فيري 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 انكريت. وبالتالي يعني از نوت اوف براكتس، يعني ما ينفعش نفتح صدر عيان علشان خدنا قرار انه الكيو بي كيو اس كذا بالتي ممكن يطلع مش صح خالص. هو انت بتسال كم عيان اللي بعت قسطره من ورايا عشان الكيو بي كيو اس؟ كلهم مش كده. فانا دلوقتي احنا في دايلما سنة، هو انتوا بتقولوا انه احنا محتاجين نعرف كيو بي كيو اس، انا قلت صح. محتاجين نعرف كيو بي كيو اس علشان نقول هي سيجنفكت ولا لا عشان نقفله، والكيو بي كيو اس ده بيتعامل بحاجات احنا ما بنعملهاش قبل ما ندخل عيانين. فاحنا يعني هو الصراحه الحاجات اللي احنا بنحسب بيها الكيو بي كيو اس دي هي بتحسبها كوانتيتيفلي اكيورتلي انف صح؟ هل انا بقى محتاج اعرف رقم الكيو بي كيو اس عشان ادخله؟ يعني هل يفرق في الانديكيشن اللي عندها انديكيتد ولا لا ان الكيو بي كيو اس بتاعه 2.3 ولا 2.7 ولا 2.9؟ صراحه مش فارقه خالص صح. ما دام فوق الاثنين يبقى هو عنده فوليوم لود كفايه، وما احنا عندنا حاجات كواليتيتيف تقول ان في سيجنيفيكانت فوليوم لود اللي هي تشيبر لانجمنت اللي هي بتبقى في الايكو. يعني انا لو شفت في الايكو لقيت عيان يعني عملت اكس راي لقيت عنده كارديوميجالي، وحتى لو هو اسيمتوماتيك عملت اكس راي لقيت عنده كارديوميجالي، بصيت في الاي سي جي لقيت عنده رايت فنتريكل لانجمنت، عملت ايكو لقيت رايت فنتريكل دايريتد ورايت اتريوم دايريتد، هو ده عنده فوليوم لود صح. وانا هنا ما بقاش عندي شك، مش محتاج اعرف الرقم، هو دلوقتي عنده كونسيدرابل فوليوم لود تسبب في تشيمبر انرجمنت، فده عيان كده عنده انديكيشن. مين بقى عيان اكشلي بنحسب له كيو بي كيو اس رقم؟ لو فعلا عنده اي اس دي وصغيره يعني متوسطه كده شويه وهو اسيمتوماتيك والرايت فنتري يعني دايركت شويه بس يعني على ابر نورمال رينج فور ايج، وساعتها لو انا الدرجه دي شاكك ساعتها ماشي هنعمل راح حاجه تقول كوانتيتيفلي ده كام، نحسب رقم كيو بي كيو اس مثلا بالمره ولا كده. اوكي، او العكس لو في عيان اكشلي البالمونري بريشر زاد والبالمونري ريسك بدات تزيد وانا دلوقتي شاكك انه قرب يبقى ايزومينجر،
ولا هو لسه ريفرسبل؟ يمكن يكون لسه ريفرسبل. ده عيان بقى محتاج اس تو كيو 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 اس واشوف ريفرسبيليتي بواحده من الميجرز دي في الغالب اثر عشان كمان دي سبريشنز. اوكي، ويبقى في الطبيعي احنا مش بنعمل الحاجات ديت انليس عندنا شك جامد، انما في طرق كواليتاتيف تقدر تقول انه هو طالما فلو كتير قوي انا مش محتاج اعرف الرقم، انه يبقى ايه الانديكيشنز بتاعه الاس دي كلوجر، انه يبقى عيان سيمتوماتيك او يبقى عنده ساينز بتاع كونسيدربل فوليوم لود، يعني مثلا تشيمبر انلارجمنت، او انه يبقى عنده كمان هايبرتنشن. طيب يبقى الكونترا انديكيشن بتاعت ان انا في الاس دي، فلو في عيان عنده اس دي كبيره وتحول لانه بقى ايزنمنجر ومساعتها ما ينفعش اقفله. ليه ما ينفعش اقفله؟ هو الناتشرال هيستوري بتاع ايزنمنجر ايه؟ لو في عيان بقى ايزنمنجر السرفايفر بتاعه عامل ايه؟ مش كده؟ يعني الميديان سرفايفر 20 سنه بعد ما بقى ايزنمنجر، يعني بعد ما بقى ايزنمنجر نص العيانين هيفضلوا عايشين 20 سنه، صح؟ هو لو احنا قفلنا له بقى الشنط السرفايفر ايه؟ وحش جدا، صح؟ قد يموت في العمليات، قد يموت ايرلي بعدها رايت سايد فيلير بسرعه جدا. ومن ناتشرال هيستوري بتاع عيانين الايزنمنجر هيبقى احسن بكتير من لو قفلنا له الشنط. وبالتالي لو عندنا اي شك ان هو ايزنمنجر يبقى ساعتها محتاجين انفستيجيت. ازاي نشخص ايزنمنجر؟ عيان كان عنده سيمتومز وبعد كده السيمتومز بتاعه البلمونري والفلو قلت، يعني انها جاب موتشست انفكشن والحاجات دي قلت قوي، وبعد كده بدا يزرق السيرو ساتوريشن لقيته سيانوتيك، مش كده؟ يعني لقيته دي ساتوريتد بقى لو 90s 80s حاجات شبه كده. لما بيعمل مجهود بيزرق ايفن فرذر. الاكس راي هلاقي ايه؟ اوليجينيا والكارتك شادو بيصغر والبلمونري شادو كبير. الاي سي جي مش كده؟ انا راجل بس هنا هو ستريت باترن، فالاي سي جي هنا مش هقدر اقول في الاي اس دي، بس مع الاي اس دي ينفع. انما نعمل ايكو نلاقي رايت فيرتيكال هايبرتروفي، نلاقي شنط كبيره اي اس دي كبيره، وشنط فيها ايدر باي دايركشنال او بروبر رايت تو ليفت. نستيميت بي بريشر بالايكو نلاقي بريشر عالي قوي. وساعتها نقول له تايزمنجر؟ لا، مفيش حد ينفع نقول عليه ليبل تايزمنجر من غير ما يعمل اسطره وريفرسبيلتي، علشان بنتفاجئ في عيانين حتى بعد ما نحس ان هم ايزمنجر وات ايفر الليجن اللي عندهم نلاقي لسه ريزيستنس قليله او ريزيستنس. كويس، لو في عيان عامل زي كده يبقى ده ما ينفعش نقفل. طيب ده الانديكيشن، يا ترى بقى هو العيان اللي انديكيتد نقفله امتى؟ هو الكونتراكشن نعم لا لا هنقفله بطريقه غيرها، هنقفله بطريقه اللي هو احنا دلوقتي السؤال بيقول لو هو عنده انروفد كورونري ساينس وفي ليفت اسفيسي فاتح في الليفت اتريوم لو قفلته هيزرق. لا، هو احنا هنقفل الاي اس دي ان واي ذات ري دايركتس الليفت اسفيسي دايركت، فهيتقفل برضه انها بطريقه غيرها. تاني التايمنج مختلف عن الانديكيشن، يعني لو في عيان عنده اسبوع اسبوعين وبعدين هو دلوقتي عمل ايكو حد قال انه على فكره عنده اي اس دي 5 مللي وهي بتشنط ليفت رايت وهو البي بريشر بتاعه عالي شويه يعني هافس السيمنت كده ولا حاجات عنده اسبوعين ناخده الاسبوع ليه عنده انديكيشن اهو مش هو عنده اي اس دي وليفت رايت وبي بريشر بتاعه عالي طب ايه هو باين قوي ونفسه كمان تعبه وكان في الحضانه وبتاع يعني باين قوي مش كده وفي حاجه اسمها طبعا هايبرتنشن في النيو بورن يعني كل الولاد لما بتولدوا بيبقى البي بريشر بتاعهم اعلى شويتين من الطبيعي لمده شهر ونص شهرين صح ما ينفعش حد يبقى ايزنمنجر وعنده اسبوعين خالص يعني خالص وبالتالي هو عيان الاي اس دي بيبدا يبقى سيمتوماتيك امتى؟ قد ما يبقاش قد يبقى متاخر انما الريفرسبل تشينج يعني امتى هيبقى ايزنمنجر؟ متاخر قوي 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 صح؟ يعني مش في ال 10 سنين الاولانيين صح؟ ومبدئيا ما فيش اي استعجال ان احنا نقفله وهو عنده 2 كيلو ونص و 3 كيلو والحاجات دي صح؟ يعني ريسك العمليه اكبر وهو مش محتاجها فضلا عن انه في عدد كونسيدربل من العيانين اللي هي زيت اصلا بتاعته تقفل او حتى لو ما قفلتش خالص هتصغر كفايه لحد ما الشنطه اكروست يبقى انسجنفكت يقوم يبقى السرفايفل بتاعه شبه مرور الكوليشن
اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا ما بنقفلش الاي اس دي في العيان اللي عنده شهر وشهرين وكده، صح؟ فهل ده معناه ان احنا هنسيب العيان خالص لحد ما يبقى عمره 40 سنه؟ لا، السرفايفل تايم بيقل. العيانين اللي قفلوا الاي اس دي هم كبار قوي، هم السرفايفل بتاعهم ما بقاش زي ما هو ليش؟ وبالتالي احنا محتاجين نعملها بدري. فبما ان هو مرض بقى للدرجه دي يعني خفيف ولطيف وكده، فبنحط السوشيال لايف بتاع العيان في الحسبه. فنقول ايه؟ هو انا مش قلقان عليه خالص في اول سنتين، صح؟ ثلاثه. ونروح نقفل الاي اس دي بعد ما يبقى كبير كفايه وريسك العمليه اقل. انما قبل ما يدخل المدرسه فنفوت عليه بقى الترم والعيال يتريقوا عليه والحاجات دي. طيب. ونقفل الاي اس دي بري سكول ايج. انا هو من سنتين لاربع سنين. ليه؟ علشان مبدئيا الطفل هيبقى كبر فيبقى حجمه احسن والريكفري بتاع العمليه اسهل بكتير. انما كمان حتى لو هيقفلها بالقسطره هو الفيسلز بتاعته تبقى كبرت، الفيسلز اللي هيعدي منها الديفايس دي يبقى كبر كفايه ينفع يحط منها الديفايس. وقبل ما يدخل بقى في البروسس بتاعه المدرسه والحاجات، وبالتالي يبقى التايمنج بتاع الاي اس دي كلوجر هو بري سكول ايج سنتين لاربع سنين. بس نقفلها بالراحه القسطره. تعمل شويه هو الموضوع ده ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بنوع الاي اس دي، انما كمان حجم الاي اس دي، انما حجم العيان بالنسبه لهذا حجم الاي اس دي. اوكي، انما كمان حاجات تكنيكال بتاع هو احنا اكشلي ينفع تحط لها ديفايس ولا لا، يعني هل في مثلا ريمز ولا ريمز ديفيشنت، انهي ريمز ديفيشنت، حاجات شبه كده. فتعالوا نقول ايه انواع الاي اس دي اللي عندنا. استكرنا من اس دي، دي ينفع تقفل بلاسترة؟ بكل اسف يعني من جراح يعني حاجه مؤلمه ان انا اقول يعني. هل ينفع تقفل بالجراحه؟ ينفع. كل الانواع بتقفل بالجراحه تستبدل. اوكي، يبقى السكرنا من اس دي ينفع تقفل بالبلاسترة. البرايمر اس دي ينفع تقفل بالبلاسترة؟ لا. ليه؟ علشان هي يا دوب ايميديتلي فوق الايبي فالفز، قريبه قوي من الكوندكشن، في كومن ايبي فالف اصلا وكليفت وحاجات شبه يعني، فلا. اوكي، الساينس فينوز اي اس دي ينفع تقفل بالقسطره؟ يعني تعالى نقول الكلاسيك انه لا، خلاص في محاولات كده ناس اشرار بيحاولوا يعملوها، انما حاليا يعني لا. ليه؟ علشان هي قريبه قوي من الفينز، انما اجان في محاولات جاده ان ده يحصل، حاليا ما اقدرش نقول ان ده ستاندرد اوف كير. بس يعني في قصه كده حد يحط كفرت ستنت يقوم يروح في الاس بي سي يسيب البرمري بين مسافات كافيه بين، انما اجن يعني دي حاجات ليها علاقه قوي بالاناتومي، اذ يعني حاليا هو مش ستاندرد اوف كير خالص. ف السكان اي اس دي ينفع تقفل بالقسطره، البرايم اي اس دي ما ينفعش تقفل بالقسطره، السيريز بروز اي اس دي ما ينفعش تقفل بالقسطره، الكورونا ساينس اي اس دي ما ينفعش تقفل بالقسطره اجن علشان قريبه قوي من الكوندكشن. فاكرين الكورونري ساينس وترانجل جاف؟ كان حته كان قريبه قوي، فهو الديفايسز هناك هتبقى. فالنوع الوحيد اللي ينفع تقفل بالقسطره هو السكان ام اس دي. بكل اسف هو الفاست ماجورتي بتاع العيانين اللي عندهم اس دي بيبقى عندهم سكان ام اس دي خلاص. فنقدر نقول انه الفاست ماجورتي بتاع العيانين الاي اس دي بيقفلوا الاي اس دي بديفايس. كويس؟ فده از ريجاردز النوع. انما كمان بقى السكان ام اس دي، ما هو لو الاتريال سيستم كله مش موجود فبقى الديفايس كبير قوي، خصوصا لو البيبي حجمه 10 كيلو، انما الديفايس كبير جدا. ففي ابسولوت ارقام نتكلم على ايه؟ 42 ملي مثلا، حاجات كده ارقام كبيره قوي، يعني 4 سم ونص مثلا. فده بقى كبير قوي على حجم الديفايس في الابسولوت. انما كمان حتى لو الديفايس اللي هيحتاج يتحط كبير قوي على حجم الطفل، انما كمان هل في ريمز كفايه ينفع الديفايس يسند عليها ولا لا؟ الديزاينز بتاعه الكرنتلي افيلبل ديفايسز هي بتحتاج ريمز الديفايسز تمسك فيها. فقد ايه من هذه الديفايسز من هذه الريمز ديفيشنت ينفع تقف عليه ولا لا؟ وبالتالي هي حاجات تكنيكال ليها علاقه بهل الديفايس هيبقى ستيبل رف ولا لا. بقيه الانواع بتقفل بالجراحه لو بقى في انديكيشن. طيب تعالوا نتكلم على التكتيكس الجراحيه كده سريعه. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي فاتحين الرايت اتريوم، ده عيان نايم في العمليات. فاحنا دلوقتي باصين ناحيه اليمين، هو نايم على الترابيزه كده راسه بين رجله، وانا باصص من على اليمين، ده اس بي سي اي بي سي، دول بالمونري فينز من ورا داخلين في الليفت اتريوم، وانا كده فاتح رايت اتريوم.
ده تريكاسبيد فالف، ده كورونري ساينس، هنا الاس سي، هنا الاي بي سي، وده الديفكت اللي هو السكنه الناس دي. فينفع نعمل دايركت كلوجر ان انا ينفع احط باتش. امتى بنعمل كده؟ لو الاس دي صغيره او عين صغيره، حتى لو الاس دي كبيره بس صغير قوي قوي، يعني عنده مثلا شهر شهرين، بنقفلها دايركت. وانتوا لسه قايلين الاس دي ما تقفلش هو شهر شهرين، ده مش فاهم ليه هنقفلها لو عنده شهر شهرين؟ عشان عنده حاجه ثانيه مش كده؟ يعني لو في عيان عنده فلو مثلا، عنده تي جي اي وهو داخل يعمل عمليه، فانا مش هقول له بقى لا خلاص مش هنقفل لك الاس دي لحد ما تكبر، هو خلاص فده هيقفلها دايركت. انما انما لو الاس دي كبيره او العين نفسه كبير، في الكبار مش بنقفل الاس دي دايركت علشان بيبقى في تنشن جامد. الصراحه الغالبيه العظمى من العيانين اللي داخلين بايزوليتد اس دي ومقفولوش بديفايس، هي في الغالب الاس دي كبيره قوي او الريمز ديفيشن كفايه لدرجه ان هي ما ينفعش تقفل دايركت. فساعتها دلوقتي بقى قليل قوي لما بنقفل اس دي دايركتلي، لو هو ما كانش لو هو داخل علشان ايزوليتد اس دي، علشان بما انه ما عملش قسطره يبقى في الغالب محتاج يقفل الباتش. ايه نوع الباتش اللي نقفل بيها؟ بريكارديوم، اوتوليجوس بريكارديوم اللي هو بتاع العيان، عشان هي افيلبل ورخيصه وما فيش بقى مشاكل. انما في سنتاتيك باتشز الواحد احيانا بيضطر يقفلها. يعني مثلا 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 في عيان عنده كانال، والجراح اللي قرر يعمل له ريبير لهذا الكانال، هو الكانال ده بقى فيه برايمري اس دي صح؟ وقرر يعمل ريبير للكانال بطريقه كده في الكانال اسمها سنجل باتش تكنيك، يعني نفس الباتش اللي بيقفل فيها الفي اس دي بيقفل بيها الاي اس دي هي نفسها. اوكي؟ فاحنا مش بينفع نحط بريكارديوم في الفي اس دي علشان هيبقى بيرزم بقى ولا يعني البريشر مش هيتحمل، فبيحط سنتاتيك باتش. فالسنتاتيك باتش دي فيها انواع مختلفه. ساعتها لازم نستخدم حاجه اسمها بورتكس، ما نستخدمش حاجه اسمها داكروم. ليه؟ بتعمل هيمورسز. الداكروم باتشز في الاتريال سيبتم او في اي حته، الداكروم باتش لو حصل ان في هاي فلو جت بيخبط فيها ممكن يعمل هيمورسز. يعني مثلا هو بيعمل الكنال، بنقفل الكليفت، الكليفت ده فضل منه ريزيدوال صغير، بقى فيه تايني جت اوف ماي ليفت اي فالف ريفرج. الريفرج ده مش سيجنيفيكانت، احنا في الطبيعي كده ما كناش هنعمل له حاجه، كنا هنسيبه. بس الجت ده دايركتد في وش الباتش عشان الباتش فعلا قدامه. فلو في عيان عمل كده الفيري هاي فيلوستي جت ده ممكن يتسبب في هيموليسيس جامد. جامد يعني بينزل الهيموجلوبين وبيرفع البيليروبين ويعني نقل دم وحاجات شبه كده. في عيانين دخلوا علشان يغيروا الباتش عشان من كتر الهيموليسيس. فدي حاجه بتحصل في الدكرو باتش، وبالتالي ما ينفعش نحط دكرو باتش في الاس دي. انما في الغالبيه العظمى يعني الباتش دي بتبقى اوتولوجس بريكارد. ماشي، يبقى احنا اتكلمنا على بنقفلها دايركتلي ولا باتش، واتكلمنا على نوع الباتش. تعالوا نقول لو انا بقفل الاس دي كده باتش، اوكي، هو ايه هنا ستراكشرز قريبه ينفع تتضرر من هذا الكلوجر؟ هو احنا حوالينا ايه؟ هنا كده في ايفي فالف صح، اللي هو التريكاستيف فالف، فممكن يبقى الريم ده ديفيشنت يبقى قريب قوي. هو جنب الايفي فالف هنا على طول كان في ايه؟ في الترانجل كوخ كونتاكشن صح؟ ده الكورونري ساينس، ده ستاليفريت، ده تنر اوف دارو، هنا كده الايفي نود، وبالتالي السيشز الديب هنا ممكن تعمل هارد لوك. يبقى ايذر نضايق الايفي فالف نفسه او الاوقع يعني ان احنا نبقى قريبين قوي من الايفي نود فتعمل هارد لوك، او نبقى قريبين قوي من الكورونري ساينس ممكن ضيقه، او يبقى الريم بتاع الاي بي سي ده ديفيشنت فنلاقي نفسنا عايز ناخد غرز عند الاي بي سي which is ممكن يعمل مشكله هنا هنتكلم عليها حالا. انما كمان ورانا هنا على طول في بالمر فينز فوق اس بي سي، في هنا كده اورطه احنا مش متخيلين، الروت بتاع الاورطه جاي من ورا ونقول عليه ده الاورطه كريم مش كده؟ احيانا كمان لو في ديفايس اتحط هنا ممكن يعمل ايروجن في الروت بتاع الاتريوم او يعمل ايروجن في الاورطه الجاف حتى في الاورطه في الساينس بتاع الاورطه حتى ليت. في الجراحه برضو لو احنا خدنا غرز غويطه قوي هنا ممكن نعور الاورطه الجاف. تعالوا نتكلم عن موضوع الاي بي سي ده، ايه ممكن يحصل انه يعني هل ممكن نضيق الاي بي سي مثلا؟ في الغالب
الكومبليكيشن الاشهر من ان احنا نضيق الاي بي سي ان احنا ندايركت الاي بي سي اللي في ايثيوبيا. يعني دي حاجه تبان مش بديهيه خالص، يعني تبان سهله قوي، يعني انا استغربت جدا. هو العيان اللي جاي في الاي اس دي ده هو في الغالب عنده ديفيشنت ايبي صح؟ وارد قوي انه يبقى عنده ديفيشنت اي بي سي. فالحته دي ما فيهاش اتحسبت خالص خالص. انما هو الصراحه الريدج اللي باين هو ريدج بتاع السكند فالف. لو السكند فالف ده بيبقى على الناحيه الثانيه من الاي بي سي، يعني من فوقها الاي بي سي كده، الايت ريسبتر هيبقى هنا والسكند فالف فوقها. اوكي، احنا علشان نعرف انتحارات الاتريوم بنحط كانيولا في الاي بي سي وكانيولا في الاس بي سي، وبعد كده لو سيبنا الدم يدخل في الكانيولا كده وفي هواء، الهواء هيدخل في الكانيولا ويوقف الباي باس ويدخل، يعني ما ينفعش. اوكي، فاحنا محتاجين نعمل سنير على الكانيولا. فالحته دي بتبقى متكعبله كده في بعضها خالص، واحنا مش شايفين الاورفيس بتاع الاي بي سي فين، هو خلاص بقى مقفول. اوكي، وبعدين انا شايف هنا ريدج، فافضل اخد غرز هنا اخد غرز هنا اخد غرز هنا اخد غرز هنا، اطلع اتريسبتر كملت عادي جدا مفيش اي حاجه، ضميري مستريح ما خدش بالي. هي يعني لو سبت نفسك كده هتقفل ايه زي كده، هي يعني تمتن جدا. هو ده البنج الوحيد اللي بيبان في عيان عنده ديفيشنت اي سيرم، فمحدش ياخد باله. نقفل القلب ونطلع من على المكنه كويسين كله كويس، ويبدا دكتور التخدير كده يبقى متوتر ويقعد يقول هو السيتويشن قليل شويه، عايزين ننفخ لمبه شويه، هو انتوا عندكم ريزيدوال ديفكت ولا ايه؟ وبعدين هو لو في ريزيدوال ديفكت مش المفروض يبقى رايت تو ليفت لحد ما السيتويشن يبقى 80؟ هو لو في عيان السيتويشن بتاعه 80 هو عنده مشكله، ما ينفعش يبقى رايت تو ليفت شنط اكروس ريزيدوال اي اس دي، هو اصلا قبل العمليه كان ليفت رايت اصلا مش كده؟ لو في عيان عمل اي اس دي طلع من على البامب سيتويشن قليل، لازم نشوف الاي بي سي فين؟ في الغالب هيبقى في الفلتر. دي حاجة لو الواحد مش مركز جامد وارد قوي تحصل. حصلت مع جراحين كبيرة كذا مرة. اوكي، فهي دي حاجة بتحصل. ازاي نمنع كده؟ مبدئيا لازم نبقى عارفين ان دي مشكلة، يعني لو احنا مش عارفين بيها هتبقى تحصل. انما عادي جدا ان الواحد في المنطقة ديت يدخل شوية للفلور بتاع الليفت اتريوم ويرجع تاني عادي. اوكي؟ يعني ما يسيبش نفسه يمشي على الريدج ده. و لو احنا متوترين قوي 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 بنوقف المكنه تمبرالي لمده ثانيه او ثانيتين نفك الاسنان نتاكد الاي بي سي فين ونتاكد ان احنا ماشيين من الناحيه الثانيه منه. نادرا ما بنعمل كده، عاده بنعرف نمشي على عادي جدا ان احنا نمشي على الفلور بتاع الاتريوم ونطلع تاني ما نمشيش هنا. لو في عيان قفل اي اس دي طلع ساتوريشن قليل لازم نبص على الاي بي سي دلوقتي. طيب فقلنا دايركت او باتش، التايب بتاع الباتش سراوندنج ستراكشر، واكتر حاجه كونسيدربل هنا هو موضوع الاي بي سي. الحاجه الثانيه طبعا لو في حد ما خدش باله ان في ليفت اس بي سي فتح في ليفت اتريوم وقفل الاي اس دي وساب ليفت اس بي سي فتح في ليفت اتريوم، وتش في الغالب بناخد بالنا عشان لو في ليفت اس بي سي هيبقى في دم كتير قوي قوي جاي من ليفت اتريوم، فساعتها هنعرف هنعمل ايه. طيب هو العيان اللي عنده اي اس دي، هو يا ترى الرايت فنتركل قبل العمليه كان بيخش له دم كتير ولا قليل؟ كتير قوي قوي قوي، صح؟ طيب بعد العمليه الدم اللي هيخش الرايت فنتركل هيبقى اكتر ولا اقل؟ اقل بكتير. وبالتالي بعد العمليه الار في اند استوليك بريشر هيبقى اكتر ولا اقل؟ اقل بكتير، صح؟ عشان هو كميه الدم اللي راحت له بقت التلت مثلا، صح؟ يا ترى السي دي بي اللي هو يعبر عن الار في اند ستارت بريشر هيبقى كتير ولا قليل؟ قليل ريجاردلس كميه الفوليوم اللي عند العيان، صح؟ يعني ريجاردلس الفوليوم ستيتس هو السي دي بي بتاعته بعد العمليه هتبقى اقل، علشان هو الدم وات ايفر بندي كميه فوليوم قد ايه هو الدم اللي رايح الرايت فنتركل هيبقى اقل من قبل العمليه، صح؟ هو احنا ازاي بنعرف الفوليوم ستيتس بتاع العيان؟ عادة في العملية مثلا، في العملية واحنا جوه العملية كده بنبص على منظر القلب هل هو ديستنت ولا لا، وبنبص على السي بي، صح؟ وبقى الدم اللي رايح الليفت فنتركل بعد العملية أكتر ولا أقل؟ أكتر بكتير، صح؟ أكتر بكتير. هو العيانين دول خصوصا اللونج تيرم هو ال في قعد سنين كتير بيدخلوا دم كميته قليلة،
فالال في كومبلاينس بيبقى قليل، مش بقولها في بلاستيك طبعا، انا بس بقول ان هو اصغر من العادي، بالتالي الكومبلاينس بتاعه اقل. ولو خد فوليوم كتير هو الال في ده هيستن بسرعه ويوصل للكريتيكال ستيج في السالين كيرف بسرعه يفيل. تعالوا اقول لكم على سيناريو، في عيان بيقفل اي اس دي، خلصنا العمليه، اخذنا القلب، خلاص احنا دلوقتي بناخد الفوليوم اللي في اللي على الباي باس، ف ادي فوليوم ادي فوليوم ادي فوليوم، دي يعني مثلا في الادلتس ممكن يبقى ادي 100 سم ادي 100 سم ادي 100 سم كل 15 ثانيه 20 ثانيه كده، يعني كميات كتير بسرعه قوي، علشان بناخد الفوليوم اللي موجود على الباي باس ونشيل الكميات ده وخلاص احنا هنحتفل وخلصنا العمليه وكده كده، وبندي بروتامين وخلاص مستعدين نشيل الكاميرا والباي باس وندي فوليوم ندي فوليوم علشان نشيل الاورت الكاميرا، وبعدين عندي ريست وده عندي زين شو بدي ريست مش كده يعني عندي زين. ف في الغالب بيبقى العيان خد فوليوم اكتر بكتير من ال ال في ما يتحمل. واحنا ازاي بنأسس الفوليوم ستيتس بتاع العيان في المرحله دي؟ شكل القلب رايت فنتريك هنلاقيه فاضي خالص علشان هو جاي له فوليوم اقل كتير، وبالسي بي بي هيفضل قليل. فمين حاجه ال ال في لما نفتح تشيست ال ال في بيبقى ورا الار في، والار في دول بتوع العيان دول بيبقى دايليتد جدا، فاهم؟ ما بشوفش ال في خالص، فهو الاحداث دي كلها هتحصل واحنا لما بنبص في التشيست مش شايفين ان في اي حاجه مختلفه. وبنعمل ايه؟ هو العين ده بالمناسبه العين بيارست ده هو بنكتب بقى مش عارف ايه ونحط الكاميرا وندخل على المكان او ندخل على المكان ده بيرد ويبقى كويس خالص خالص، ما بقاش فاهمين هو ده بروتامين رياكشن هو ده جاله ايه، ما انا فلاكسيز ده يعني مش فاهمين ايه اللي حصل، هو عايز منجر هو ارست علشان ايه نفتح الايز دي تاني، هو بس خد فوليوم زياده قوي. اوكي، ونبقى احنا نعمل ايه علشان ما يحصلش؟ مبدئيا ندي فوليوم فيري كوشسلي، يعني ما يديش فوليوم ليبرال زي ما متعودين، علشان هو ده عيان مش بيتحمل هذه الكميات من الفوليوم، ولو مع ندي فوليوم الضغط بيقل هيصير وحشه جدا، ما نفضلش ندي فوليوم ونقول ايه لا هو محتاج فوليوم زياده فندي فوليوم زياده فنلاقي ضغط بيقل اكتر. انما تي اي نبص على شكل الليفت فنتركل في تي اي فنلاقيه اوفر ستندد وبدا يبقى فيه متر ريفرج وحاجات كده. اوكي، فيبقى بنتابع شكل التي اي وندي فوليوم فيري كوشسلي في الاي سي يو برضو، او في الفتره الاولانيه هو طبعا بياخد شويه وقت لحد ما ال في ادابت ويكبر. اوكي، انما في الفتره الاولانيه بتاع البيري اوبرتيف دي الواحد يبقى كوشس جامد في عيانين الاي اس دي. يعني كده روتين العيانين بيطلعوا بالاي لا مش الاي اس دي، علشان الصراحه يعني اتس ريلي مايل ديزيز عن كده، وبس احنا بناخد بالنا ان احنا وي تند تو بي ريلاتيفلي ناحيه النيجاتيف فوليوم ستيتس عن ان احنا كده. العيانين بقى الاكستريم اللي هو الفسيولوجي ده على اخره خالص بقى خالص خالص خالص، فعيانين التوتال انوماليس بالمونري بينز رينج، عشان هو معظم الدم اللي راجع بتاع السيستميك والبالمونري كلهم بالمونري بينز رينج والسيستميك بينز رينج كله بيروح للفنتركل، صح؟ شويه صغيره يا دوب بتعرف تعدي من الاس دي عشان تروح الناحيه الثانيه، فالفنتركل بتاع دول الكومبريس ساوند قليل، والعيانين دول بيعملوا عمليه وهم عندهم 3 كيلو مثلا، فهو العيان ده ال 10 سم معاه غلط ممكن تخلق بيرست، وبالتالي والسي بي بي لا يعبر اطلاقا عن الفيلم ستيتس بتاع الليفت فنتركل. ساعتها عيانين التوتال اورنس فاوند جيز رينج دول بنسيب لهم الاي لاين بريشر مونيتورنج لاين بنسيبه في الليفت اتريوم، وبعد العمليه في الاي سي يو بقى ولا ثاني ولا ثالث يوم بنشيله لما نطمن انهم كويس ونمونيتور البريشر عليه. وساعتها لو لقيت هي دي هتبقى ايرلي ساين ان ال ال في از ستارتنج تو فيل، المفروض الاي بريشر يبقى 10 12 حاجات شبه كده، مش مفروض نسيبه بقى يطلع 18 و20 وكده، ساعتها ناخد بالنا كده. عين لازم يعني ما نعملش كده، هو دي حاجه بس محتاجين نبقى كوشس علشان ما يحصلش. اول حاجه الثانيه المهمه هنا انه خلي الهارت ريت سريع نسبيا، علشان هو دلوقتي الكارديك اوتبوت هو الستروك فوليوم في الهارت ريت، هو مش عارف يعلي الستروك فوليوم علشان الكومبلاينس قليل، فهو لما تدي له فوليوم كتير فالسالين كيرف لما تدي كل ما تدي فوليوم الستروك فوليوم يزيد، كونتراكتيفيتي تزيد الستروك فوليوم يزيد، هو هنا الكومبلاينس بتاعه قليل فهو مش هيعرف يعمل الموضوع، يعني الموضوع ده هيوصل للليمت بتاعه بسرعه، فانت علشان تعلي الكاردياك اوتبوت تقوم زود الهارت ريت فالقلب يعرف يفضي نفسه اسرع. اوكي، فما تسيبش عيان الاي اس دي ياخد فوليوم كتير قوي وما تسيبوش بهارت ريت قليل،
بيبقى مفيد قوي هنا ان احنا نحط ايه تريسنج وايرز، ولو حبينا نسرع حتى لو العيان مش بالكارديك اثرش بس انت ممكن تسرعه بايه تريسنج. خالص السي في بيبقى توتالي مش معبر عن فوليوم ستس في العيان دول خالص، يعني انت يوتس مورت ماشي. فاحنا دلوقتي اتكلمنا على منظر قفل اي اس دي بتاع السكندر. لو دي ساينس بنص اجي نفس الفيو تقريبا. احنا دلوقتي ده فيو جراح بس من الرايت سايد كده راس العين كده رجل وراين على راس العمليات، فاتحين الرايت اتريوم هنا تريكاسبيد هنا اس بي سي هنا اي بي سي دي فوسطا اوفالس ده كورونري ساينس وبعدين ده سكيوسايز بنص اس دي. هنا الاس بي سي ده كورونري فين، فالكورونري فين بقى ايدر فاتح في الرايت اتريوم او في الاس بي سي وواقف على الايدج بتاع الاي اس دي. ينفع نعمل ايه؟ ينفع نروح نحط باتش عامله كده تودي البلمونري فين من تحت الباتش تروح للاس دي عشان توصل للليفت اتريوم. واحنا دلوقتي في الاخر عايزين نعمل ايه؟ ان ما يبقاش في كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم. البلمونري فين بيروح الليفت والاس بي سي بيروح الرايت والاثنين مش جايين صح؟ الحاجه الثانيه انه الاس اي نوت في المنطقه دي تبقى حاجه ظريفه ان احنا نسيب الاس اي نوت في حالها. يبقى ايه احنا دلوقتي عايزين ندايركت البلمونري فين مش الاس بي سي البلمونري فين بس لحد ما يروح للاي اس دي ونسيب الاس بي سي من فوق الباتش يروح الرايت اتريوم. لو ده لو البلمونري فين ده قريب كفايه من الاي اس دي والاس بي سي بعيده كفايه او كبيره كفايه فالباتش دي مش هتضيقها بنروح نقفلها بس الباتش كده ونرجع نقفل الاتريوم وبيسموا ده سنجل باتش تكنيك. بنقفل بنودي البلمونري فين للاي اس دي وقفلناه ويبقى كده خلاص. انما هو الصراحه لو البلمونري فين ده عالي وانا محتاج امشي مسافه جوه الاس سي بالباتش لحد ما اروح للاي اس دي صح؟ احنا متخيلين ولا حد تاني؟ لو انا عملت كده ودلوقتي البلمونري فين راح ليفت اتريوم انما لو الفين ده رايح هنا ما دلوقتي محتاج اعمل كده ايضا هخلي البلمونري فين ضيق عشان يعرف يوصل ليفت اتريوم او الاس بي سي هو اللي ضيق او الاثنين. الصراحه عادي جدا احنا شاطرين بنعرف نعمل حاجه دي وساعتها ما ينفعش نعمل كده وساعتها نعمل ايه؟ يبقى امتى بنعمل سنجل باتش؟ لو البلمونري فين ده فاتح قريب قوي من الاي اس دي بحيث ان الباتش دي مش هتضيق الاثنين. انما لو البلمونري فين ده عالي وتشزقش حاجه مش رير خالص ومساعتها نعمل ايه بقى؟ نروح نوسع الفتحه جوه الاس بي سي. احنا عايزين نوسع الاس بي سي كمان صح؟ علشان يكفي ان نحط باتش والاس بي سي ما تبقاش ضيقه. فنروح نفتح فتحه الاتريوم دي على الاتريوم وبعدين هنا الاس اي نوت فنمشي وراها ونطلع فوق لحد نص الاس بي سي مثلا وبعدين نروح نعمل باتش اللي احنا عايزينها من البلمونري فين للايتر ريسبتور وبعدين نروح نكبر. يعني احنا عملنا كده ودينا بقى البلمونري فين للايتر ريسبتور للاي اس دي وبعدين نروح نكبر الاي اس دي بباتش ثانيه وبالاس بي سي كمان ما تبقاش ضيقه. انما طبعا الانسيجن ده محتاج يبقى كونسيدر بي اعلى من الباتش ديت بحيث انه اعرض حته في الباتش اللي احنا بنعملها دي تبقى قدام الباتش الثاني مش التيب بتاعها عشان لو عملنا التيب بتاعها تبقى ضيقه. فبنعوز نطلع الانسجن ده كويس في الاس بي سي. دي عمليه محتاجه ظبطه كويسه علشان هو الواحد ممكن يضيق البلمونري فين ممكن يضيق الاس بي سي ممكن يضيق الاثنين. طيب تعالوا نفترض انه هو احنا بنعرف نعملها وهنعرف نظبطها ان البلمونري فين مش هيبقى ضيق والاس بي سي مش هيبقى ضيق مش هي محتاجه ظبطه مش بطاله. واحنا عارفين مكان الاس نود عشان الاس نود بتمشي هي قاعده الاس نود في الطبيعي كده هي فين؟ هي في الجنكشن بين الرايت اتريوم والاس بي سي بين الاس بي سي يعني الرايت اتريوم على حاجه اسمها تيرمينال جروف. تيرمينال جروف ده هو يقابل من جوه تيرمينال كريست او كريست تيرمينالز فهي بتبقى سب ايبيكارديال يعني هي من بره. Mm-hmm.
ده التيرمينال كريست او يسموه كريست تيرمينالس. اوكي احنا دلوقتي بصين من جوه هي من بره لما التيرمينال كريست ده كريست تيرمينالس توصل للاوستيا بتاع اس بي سي اللي هي بالشبه بالشبه كده somewhere في المنطقه. اوكي مكان ما التيرمينال جروف اللي هو من بره عشان جوه كريست تيرمينالس فهي من بره تبقى التيرمينال جروف و أو صنع السيرمينيس يعني و مكان الاس بي سي بيقابل الرايت اتريوم كويس مكان الاس اي نود هو تقريبا ثابت. المشكله في البلاد سبلاي بتاعها البلاد سبلاي بتاعها ممكن يجي من الرايت كرونري او ممكن يجي من السيركمفلكس ممكن يمشي قدام الاس بي سي او ممكن يمشي من وراها او ممكن يبقى حواليها. ما احنا في العمليه ديت احنا عاده بنمشي ورا الاس اي نود ممكن يمشي قدامها بس احنا مفيش طريقه ان احنا نعرف هو الار تي تو اس نود ده جاي منين عشان هو صغير قوي قوي فما نشوفوش. ففي كونسيدربل عدد من العيانين لما بيتعمل لهم تو باتش تكنيك دي لوز السنس ريزم حاجه مش كويسه. والمشكله ان هي حاجه انبريدكتبل يعني مش لما نتعلم تكنيك احسن يبطل يعني يبطل يحصل. فالطريقه بتاعت التو باتش تكنيك دي هي اسوشيتد بكونسيدربل ريسك بتاع لوس اوف سينس ريزم. طبعا ينفع كمان يبقى في كونسيدر الريسك بتاع سيستميك فينس او بالمونري فينس او بوث فينس اوبستراكشن انما حتى لو دي حاجه تكنيكال المفروض نعرف نظبطها انما اللوس اوف سينس ريزم هي حاجه انبريدكتبل علشان الاناتومي بتاع الارت تو اس ام از فاريبل. ففي طريقه ثانيه لو هي بدل التو باتش تكنيك خالص في ناس اكشلي احنا ما بنعملش تو باتش تكنيك علشان هي اللوس اوف سينس ريزم ده از انبريدكتبل. ففي طريقه ثانيه اسمها ووردن حاجه مش بديهيه خالص انما تعالوا نبص نعمل ايه دلوقتي. مش في بالمونري فينس فاتحه في الاس بي سي وده الاوستيوم بتاع الاس بي سي فنسيب هذا الاوستيوم يبقى بتاع بالمونري فينس بس فنعمل ايه نروح نقص الاس بي سي خالص. اوكي ونروح نقفل المنطقه الفرعيه ديت من ناحيه الاتريوم وبالتالي بقى ده بقى بالمونري فين بس نروح نوصل ده للاتريال سيبتوم. ايه الفرق بينه وبين الباتش الثانيه؟ الباتش دي هتبقى مستواها تحت اوطى بكتير قوي من السينود خالص عشان هي انا دلوقتي مش محتاج اقسم الاوستيوم ده لاثنين بافلز هو نفسه هيبقى بس بتاع البلمونري فين. فانا دلوقتي وصلنا الاتريال سيبتوم لفتحه الاس بي سي الاوريجينالي اللي هي دلوقتي بقت جايبه بس بلمونري فينس بلاد عاده بيبقى داخل فيها رايت ابر ورايت ميدل بلمونري فينس. اوكي الاس بي سي بقى شخصيا يروح فين؟ نرجع نخيطه في رايت الابندج فتحه غيرها نفتح فتحه غيرها في رايت الابندج نوصل فيها الاس بي سي. وبالتالي لو هنعمل ايكو احنا محتاجين ندور على الاس بي سي في مكان غيره غير اللي احنا متعودين نبص عليه. يعني عاده الفيو بتاع الواي كيبل ده ما بيشوفش اس بي سي. محتاجين نبقى بالذات لو نعمل تي اي في العمليه محتاجين نبص قدام شويه عند الرايت الابندج. الطريقه ديت المفروض اسوشيتد ب لوت ليس انسيدنس بتاع لوس اوف سينس ريزم و بالمونري فينس في سينس فينس اوبستراكشن. لازم الواحد يبقى عارف كده عشان لو هيعمل ايكو مش هيفهم محتاج يدور على اس بي سي حته جنبه. بس احنا هو الابندج كبيره كفايه فبتوصل. اه طيب العيان اللي عنده سيميتار في طرق مختلفه بس اكتر طرق واحده يعني اسهل نسبيا فده عيان عنده سيميتار سندروم وعنده سكاندا ان اس دي حتى مش في سينس فينس. ونعمل ايه؟ نفتح من جوه ونعمل طبل من جوه رايت اتريوم نودي بيها ده من البلمونري فين للاي اس دي. احيانا بنعوز نكبر الاي اس دي لتحت شويه لو هي مش واصله لتحت. واحيانا بنقص فتحه البلمونري فين دي من الاتريوم ونخيطهم علشان الفتحه بتاعت البلمونري فين كمان نفسها تقرب. عشان هو طبعا في كونسيدربل ريسك بتاع سيستميك او بلمونري فينس اوبستراكشن برضه. يبقى ساعتها ممكن يضيق الاي بي سي ساعتها ممكن نكبر شويه فتحه الاتريوم ده بباتش شبه يعني تو باتش تكنيك قوي انما تحت بس هنا مفيش سينوت ان شاء الله يعني مفيش سينوت. اوكي انما في طرق ثانيه بقى ممكن نوصل بالماي فين ونخيطه في الليفت اتريوم حاجات كده. طب الكروني ساينس اس دي بنعرف ايه؟ لو هو ديفكت صغير في الروف بتاع الكروني ساينس بنروح نحط عليه باتش وخلاص كده. انما لو هو تطير الروف لحد ما بقى في فتحه هنا بس كده بنروح نقفل الاتريال سيبتا يعني نقص دي على الفوسا اوفاليس لو ما كانش فيه سكندا ميز دي فنوسع فتحه فوقها
ونروح نقفل هي الزي ديت وننكلود فيها الاوستيوم بتاع الكروناري ساينس. مشكله الموضوع فنخلي الكروناري ساينس خلاص بقى فاتح في الرايت اتريوم في الليفت اتريوم. هل في مشكله ان الكروناري فينس بلود يروح ليفت اتريوم؟ حصل خير يعني يعني الساتوريشن هيقل لحاجه بسيطه. الساتوريشن بدل ما يبقى 100% مثلا يبقى 95%. حصل خير عشان هو دلوقتي الكروناري فينس بلود هيروح للليفت اتريوم صح؟ هو المشكله لو في ليفت اس بي سي كمان فاتح ساعتها بقى الساتوريشن هيقل قوي. لو وبالتالي لو الليفت اس بي سي فاتح وفي بس انروفنج صغير مجان هنحط عليه بيتش بحيث ان احنا دايركت دم الليفت اس بي سي للكرويسنس. انما لو هو توتالي انروف لحد فوق ساعتها محتاجين بقى نعمل بروبر بافل تغطي البالمونري فينز وتسيب الليفت اس بي سي من فوق وبالتالي نعمل تنل جوه الاتريوم تاخد الليفت اس بي سي ده وتوديه رايت. بس ماشي. فدلوقتي قلنا سريعا كده وصف شكل عمليات بتاع السكند ام اس دي. البرايم اس دي مش هنقولها خالص دي بقى درس الكنال ليها عمليات وكده. وقلنا سينس فينوز اس دي والبلمونري فينز والحاجات وقلنا سريعا البلمونري سينس. طيب ريزلتس بعد اس دي كلوجر. معظم العيانين اللي بيقفلوا اس دي بدري السرفايفل بتاعهم بيرجع تاني شبه النورمال بوبيليشن. كويس؟ يعني ايه بدري؟ different studies بقى بس يعني الناس اتكلموا على انه اقل من العشرينات يعني. انما العينين اوبسلي اللي قفلوا ليت هم السرفايفر بتاعهم كان significantly اقل من normal population. وبالتالي حتى مع ان الـ ASD هو مرض لطيف و very well tolerated ممكن يبدأ قاعد asymptomatic سنين كتير انما لو اتقفل متأخر تلاتينات وكده السرفايفر بتاعه بيقل considerably اقل من النورمال بوبليشن. اجان لا تشينجز حصلت في الرايت فنتركل وتشينجز حصلت في البرمي باسكولار بيد وهكذا. البريدكتور بقى البريدكتورز بتاعت اللونج تيرم سرفايفل لقوها ريليتد للايج اوبريشن وبالتالي محتاجين نعملها بدري ما نسيبش عيان عنده عشرينات ونقول له دي عمليه مش عارف ايه بعد 10 سنين. انما كمان البي بريشر بتاعهم ساعه قفل اس دي قد ايه كان اوريدي عالي. طيب العيانين اللي اتقفل لهم الاي اس دي ده متاخر قوي كانوا مور فريكوينت تو هاف ليت هارت فيلير ستروكس و اتر فابريشن اوف لاتر حتى بعد قفل الاي اس دي يحصل لهم حاجات دي. اوكي وبالتالي في تشينز بتحصل في الهارت وبالتالي محتاجين ما نستناش على العيانين لما يكبروا كده. وبالتالي الايديال ايج من سنتين لاربع سنين. لو في عيان اتشخص وهو عنده سبع سنين خلاص هيقفل ساعتها وهكذا. يبقى اتريال سيبتال ديفكتس هو كوميونيكيشن بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم. الدم بيمشي من الليفت للرايت عشان الليفت اتريوم بريشر اعلى علشان الفلانكس. التايبس بتاعت الاي اس دي هما سكندم اي اس دي اللي هي تبقى بنت عم الفيتال بصراحه نبال تبقى سكندم اي اس دي. برايم اي اس دي اللي هي مع الكانيل. ساينس فينوز اي اس دي اللي معها انوز فينز. كوروني ساينس اي اس دي اللي هو تكنيكالي مش ديفكت قوي انما كمان اسوشيتد ب بريزيستنت ليفت اس بي سي والمواصفات. قلنا العينين دول بيبقى عندهم كونسيدربل ليفت رايت شنت على اي تي ليفل وبالتالي الرايت سايد بيدايليت بالاضافه للبالمونري والبالمونري فينز. ومعظم العينين بيبقى اسيمتوماتيك ونكتشفهم اكسيدنتالي بنورمر شبه بتاع البالمونري سينوزس. انما ممكن يبريزنت ب مانيفستيشنز بتاعت البالمونري فلو العينين متاخرين قوي 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 واحيانا بيجي لهم ايزنبرغ سندروم. العينين ممكن يجي لهم اتريال اريثميا او باراسكريمز. واتفقنا على الانديكيشنز بتاعت الاي اس دي كلوجر اللي هو ان العين يبقى سيمتوماتيك او انه يبقى عنده سيجنفيكانت فوليوم لود تشامبر دايليتيشن او بارمن هايبرتنشن صح. وي هاف تو ميك شور ان العين از نوت ايزنبرغ قبل ما نقرر نقفله. واتكلمنا على التايمينج بتاع الاي اس دي كلوجر اللي هو ideally لو احنا عارفين من بدري يبقى بري سكول ايج اللي هو من سنتين لاربع سنين. واتكلمنا على شويه طرق تكنيك وقلنا هنقفل جراحه ولا قسطره. معظم عيانين الاي اس دي هم عندهم سكر من الاي اس دي ومعظم عيانين سكر من الاي اس دي هم قفلوا القسطره. انما في عيانين ستيل هيقفلوا الجراحه او بقيه التايبس بتقفل معاها. مهم جدا جدا قد تبقى اكثر من اهميه القفل الاي اس دي نفسه الاسوشيشن اللي معاه. يعني لو كان الاي اس دي هو كانال
لو ساينس كورونا سينس دي هو كمان انوميلز فينز، هو لو كورونا سينس دي هو معاه ريفتنس بس يروح رايح طريقك وهكذا. وكلمنا على السيميتار سندروم اللي هو يعني اجل قد بي بريزنت very early but significant manifestations. واتكلمنا على results بتاعت الـ ASD بشكل عام. الـ ASD هو مرض من الأمراض البسيطة قوي، إنما الـ outcome أحسن بكتير قوي لو تفهم من بدري. شكراً. بنتكلم على سيستميك هايبرتنشن دلوقتي مش كده؟ يعني قصدي ممكن نلاقي ضغط العيان عالي عشان دلوقتي بقى في كميه فوليوم اكتر بكتير قوي بتروح سيستميك اكتر من قبل كده. بتاخد شويه وقت ويحسن الموضوع ده، انما يعني ممكن اخد شويه في الاول بنحاول نكنترول الضغط. فلما نقلي دي عينيك على الضغط بتاع العيانين، النسبه القليله منهم 30% هيبقى ضغطهم يعلى ويحصل الباك بريشر على البرمودي بينز، يبدا العيان يشك انه بينها تاني، يعني هو هيتحول لقلبي فاير. فانتنسف انتي هايبرتنسف تريتمنت، وتدي حاجه للريموديلنج سنه كده مش كل ما اسم العيان يكبر كل ما القلب بيكون سنة. طيب السؤال اللي بعد كده، حتى بقى ان الريز دي ده من الحاجات اللي احنا بنقول للبيشنتس قبل ما المفروض نعتك ايه دي واحد من ابسط الكونجنتال هارت سيستم او طب احنا قفلناه سواء قسطره او جراحه، نريليز هم الكلينك امتى؟ وهل السؤال ان احنا نريليز هم الكلينك ولا لا؟ معظم الكونجنتال هارت سيست ما عدا حبه قليلين هما مش خيارات تريتمنت، فهما بيبنوهم في الكلينك عشان هي ليها سيكونسز او ليها كومبليكيشن. يعني احنا متوقعين العيان ده في مرض الايز دي واحد من العيانين اللي هو ستريت فورورد ومفيش كومبليكيشن خمس سنين، يعني انت بتشوفه في الاول عايز زي ما احنا بنعمل كده اسبوع ست اسابيع ست شهور شوف مره في السنه لو الدنيا ماشيه كويس يبقى مره كل سنتين لغايه خمس سنين يبقى ريليز العيان ده خلاص، العيان ده مش محتاجك لان هو لو هيسر الريزمه هتظهر في خمس سنين. لو هيصير اي زي ما بقول هايبرتنسيف رياكشن او ان حصل ايزنس للباتش او اي حاجه هتحصل في خمس سنين دول، لو عيان بوست اوبرتيف لمده خمس سنين از ستيبل ورينا ستيبل فايت خلاص البيسنت كومبليت من الكلينيك ومش محتاج يشوف. يعني اول حاجه هنا كومنت صغير، العيانين اللي عندهم اس دي اتقفل بديفايس اجان فيري فيري رير، انما هو كان موصوف انه يحصل ليت ايروجن كويت ليت يعني 7 8 سنين وحاجات كده، فساعتها يبقى بنتابع ولو بدا ايزي ده ريكارد انفيوجنز ولا حاجات شبه كده، انما دي حاجه مش مصفوفه في الجراحه. فاجل الديبندز على حسب كان شكل الاي اس دي قد ايه والرمز اللي فيها، ان هل حجم الديفايس بالنسبه لحجم الحاجات، انما في الـ في الـ في الجراحه دي حاجه مش ريليفنت قوي، انما دي حاجه ريليتد جدا لللونج تيرم فرق. حد اسالهم عشان البردن على الكلينيك والبردن على العيان هو قد ايه تابع ليه؟ الاي اس دي مش من الحاجات اللي بتتورث جينيتيكالي، ده برضه سؤال بيتسال كتير في الادرس، هو لو ام عندها اي اس دي بنسبه قد ايه او لو كانت الاي اس دي ممكن يسقط جينيتيكالي كورليتد، فده مش ديسيز من اللي احنا بنقلق منهم ان احنا لازم نعمل تسكين. دي حاجات اللي جت في دماغي دلوقتي المفروض يكون ده اللي انا بقوله. شكرا يا استاذ.